وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عادة في مثل هذه اللقاءات التي تتعلق بالأسرة والتعامل بين الزوجين وتربية الأبناء، أحيانا أخرج عن النص لضرب بعض الأمثلة الواقعية التي لا تخلو من طرافة أو غرابة. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن اهتمام المرء بسلامة أهله وسلامة عائلته هو أس وأصل السعادة. مهما حصل الإنسان من سعادة في المجتمع، مهما حصل من سعادة في عمله أو مع زملائه أو مع أصدقائه اللي يسافر معهم أو مع جيرانه أو السيارة الفارهة والبيت الواسع وغيره، إذا أوى إلى بيته وجد النكد، وجد المشاكل، وجد الوجه العبوس، فإن كل تلك السعادة التي كان يشاهدها كلها تنهدم عند أول عتبة من عتبات البيت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد دائما على أهمية حسن التعامل بين الزوجين، لأجل أن يكون الإنسان إذا دخل بيته نسي كل المشاكل، نسي المشاكل اللي صارت له في الطريق المزدحم، ونسي المشاكل اللي صارت له مع مدير في العمل، ونسي المشاكل اللي صارت له في البنك ومشاكل الحساب مثلا اللي فيه أمواله، نسي كل هالمشاكل بمجرد أن يدخل إلى بيته، يجلس مع زوجته، يجلس مع أبنائه، ينسى هذه المشاكل. المشكلة الأكبر إذا اجتمعت تلك المشاكل واجتمع معها مشاكل أخرى لما يدخل إلى بيته، يصير لا هو اللي يرتاح برا في تعامله مع الناس، ولا هو اللي ارتاح يوم دخل وجلس مع زوجته وأبنائه، وبالتالي يزداد الهم أكبر ويزداد الغم أعظم. ولذلك شوف، لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم عليه السلام ذكر أنه جاء وضع زوجته هاجر، وضع ابنه إسماعيل في مكان البيت الحرام، ثم مضى، ثم جاء بعد فترة وبنى الكعبة، ثم مضى إلى الشام، وكان زوجته هاجر بقيت في مكة، وزوجته سارة هي في الشام. ثم بعد ذلك جاء إبراهيم يتفقد ولده وزوجته. هاجر توفيت، الصديقة هاجر توفيت عليها السلام، وبقي إسماعيل مع زوجته في البيت. فجاء إبراهيم مباشرة ليتفقد سعادة ابنه، وضعه زين ولا ما هو بزين في البيت. فجاء إبراهيم وسأل عن جاء وطرق الباب وفتحت زوجة ابنه إسماعيل، هو لا تعرفه هي، وهو يدري أن هذا بيت ولده. فلما سأل عن إسماعيل قال لها أين إسماعيل، فقالت له خرج يبتغي لنا، يبتغي لنا يعني يحضر لنا طعاما أو شرابا أو كذا. فقال لها فما طعامكم، قالت شر الطعام التمر. قال فما شرابكم، قالت شر الشراب الماء. ما قالت والله الحمد لله احنا احسن من غيرنا، بشرك عندنا طعام، ايش رايك بدل ما تقعد تكشف كل الاسراري اعطيك اياها، انت نسخت ام الصور اللي في الكمبيوتر كلها، يرحم امك، ترى في عاد صور لسه معروضه عليها تزوجهن ولا لا، فارجوك حول 200 صوره هذيك تفضحنا بعد. فجاء وسال عن هذا، وحنا حالفين عليك وتصورين، اشهد لا اله الا الله يا اخي. ما نقول شيء يعني، وانهن غالبات ومن غلب. اذا كانوا يعني يوسف عليه السلام ما سلم منهم، شلون نسلم نحن منهم؟ ولذلك يوسف عليه السلام اختار السجن على الحريم، رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والله ان السجن ارحم احيانا من الحريم. الشاهد واحد بيخربها من اول المحاضره يا شيخ فؤاد. الشاهد فجاء وسأل عن ابنه إسماعيل، فقالت خرج يبتغي لنا، ثم إنها ما عندها تحمل لحالة زوجها. يعني أحيانا يا جماعة، متى الزوجة يصح لها أن تذم حياتها مع زوجها؟ إذا كان قادرا على أن يعطيها أكثر وقصر في ذلك، يعني مثلا هو قادر أن يحضر لهم لحما ومع ذلك ما يحضر لحم، يقول كلوا رز فقط، كلوا خبز فقط، والمقصود أنكم تشبعون طيب ما أنت تقدر يا أخي، من كان عنده سعة من مالي وسع على أهله. هنا نذم الزوج، وهي لها حق أن تذم زوجها، لكن لما يكون المسكين فعل أكثر ما يستطيع. يعني امرأة كلما ركبت مع زوجها سيارتها القديمة تبدأ تقول له مثلا وش هالسيارة، أتعبتنا، المكيف خربان ودائم تطفى علينا في الطريق، متى يصح لها أن تلومه؟ متى؟
إذا كان عنده قدرة يجيب غيرها، لكن رجل بخيل ويقول لا خلي الفلوس في البنك يمكن نحتاجها يوم من الأيام. طيب أنت ستموت وأنت ما احتجتها، ويستمتع بها أولادك ونساؤهم، وتبدأ أنت، أنا وياك ما استمتعنا بها، هنا يحق لها أن تلومه. لكن لما يكون المسكين أصلا ما عندي قدرة، ليش كل مرة تعيدين عليه المشكلة؟ فهنا إسماعيل عليه السلام لما خرج يبتغي طعاما، الرجل ما قصر، ما هو طالع يدور لك طعام، واللي موجود في البيت التمر والماء هذا اللي تيسر له، ومع ذلك هي لم ترضى بهذا، فقالت شر الطعام، الناس يأكلون لحم ونحن نأكل تمرا، الناس يشربون لبنا وغيره ونحن ما نشرب إلا الماء، شر الطعام وشر الشرب. فلما علم بها إبراهيم عليه السلام رأى هذا، قال في نفسه إذا كان المرأة الطعام ما عجبها، أيضا ابني أكيد ما رح يعجبها، أكيد أنها لما ترى تخرج إلى الطريق وترى رجلا ربما أقوى منه أو أجمل منه أو أتجر أغنى منه أو نحو ذلك، قد تشتاق نفسها إليه وتترك ولدي بعد. إذا كان ما مدحت طعامه معناه غيرها أنها سوف تذمه أيضا. فسكت إبراهيم، انتظر من المرأة، طبعا هي ما عرفت أنه أبو زوجها، انتظر منها وهو شيخ كبير أن تقول له مثلا انزل خذ طعاما أو تقدم له تمرا أو كذا، ما هو رجل ضيف يسأل عن زوجها، وإذا بها ما قالت شيئا من ذلك أبدا. فلما رأى ذلك قال لها إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له غير عتبة بابك. لماذا يا جماعة قال عتبة الباب؟ عتبة الباب أنت لما تمر ببيت ودائما ترى عتبة الباب، ربما يوم من الأيام منسكب عليها عصير، يوم ثاني مرمي عندها زبالة، يوم تقول في نفسك هذا البيت صراحة بيت وسخ، هذا بيت غير نظيف، هؤلاء اللي ساكنين في البيت ناس يعني من منذ أن ترى العتبة تحكم على بقية الدار. وفي غالب الأحيان أن الدار إذا كان جميلا وحسنا في الغالب أن هذا الأثر يصل إلى عتبة الباب. فالمقصود أنه قال لها إذا جاء زوجك فقولي له مر بنا رجل يقول غير عتبة بابك، وراح يعني غير واجهة بيتك. ولذلك يا جماعة ترى حتى المرأة التي ربما في تعاملها مع زوجها وما تعامل التعامل الحسن أو لا تكرم ضيوفه، الناس يحكمون على البيت كله من خلال كوب الشاي الذي يقدم لك. أحيانا يعني أنا قبل أسبوعين ثلاثة كان عندي عشاء كبير لمجموعة من الزملاء، يمكن حول 30 أو 40 جاءوا، فيعني تتعب أهل البيت في صنع الطعام وتهيئته والشاي وكذا. فلما تفرقوا يمكن حول الساعة 11 أو 12 أرسل لي واحد منهم رسالة قال يا شيخ محمد كثر الله خيرك على هذا الطعام وهذه الدعوة، وبين قوسين كتب ثبت عتبة بابك. ثبت عتبة بابك يعني ما شاء الله أهلك يعني عندهم اهتمام بالبيت واهتمام بالضيوف واهتمام، يعني أحيانا عفوا تدخلوا إلى بعض البيوت فتقول له يعني مثلا أحتاج دورة المياه، بتوضى مثلا فتدخل وإذا دورة المياه وسخة، تحكم بنفسك على مهوب على الزوج على الزوجة، حتى لو كان عندها خادمة والخادمة التي أهملت تقولي لو كانت إدارتها جيدة للبيت كان جاءت تتتبع وتشوف وتقول للخادمة غسلي هذا وصلحي هذا، فتحكم عليه ليس فقط من عتبة الباب بل حتى من دورة المياه. إبراهيم عليه السلام لما رأى مرأة غير كريمة مع الضيوف، امرأة ما يعجبها شيء، امرأة تشتاق إلى ما عند الناس، وعينها بدل ما تكون على زوجها وعلى طعامها وشرابها بدأت تلتفت يمين ويسار تبحث عن أحسن، قال هذه ما تصلح لولدي، هذه بتسبب له مشاكل، إذا جاء زوجك يقولي له غير عتبة بابك. وجاء إبراهيم عليه السلام قال لها من مر بكم، يسأل زوجته، الواحد غالبا إذا جاء البيت يسأل وش أخباركم، ها وش عندكم من جديد، فقال جاءنا رجل من هيئته كذا وكذا، يعني شكله طوله وعرضه ولحيته عرف، قال هذه صفات أبي، هل أوصاك بشيء، هل أوصى، غير معقول أن أبي سيأتي ويرجع دون أن يوصي بشيء، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، قال لي إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة بابك أو دارك. فقال لها هذا أبي وقد أوصاني أن أطلقك. فصارت هي حاملة لرسالة طلاقها فطلقها.
ثم بحث وتزوج امرأة أخرى. ولعل إبراهيم عليه السلام، لعل إسماعيل عليه السلام سألها ربما عن التفاصيل، ماذا قال لك وماذا قلت له، كيف رديتي، يعني غير معقول قال إيش الوصية. فلما أعطتها التفاصيل فهم ما هي صفة المرأة المناسبة التي ينصحني بها أبي. وإبراهيم عليه السلام يتكلم مع ولد فاهم، يعني أصلا إسماعيل عليه السلام اختاره الله تعالى نبيا وهو تربية إبراهيم، ولد فاهم وحكيم، لا يعني والحر تكفيه الإشارة، ما يحتاج يعطيه محاضرة كاملة. فتزوج امرأة أخرى، ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد زمان، فلما جاء بعد زمان سأل عن بيت ولده، ثم أقبل وطرق الباب ففتحت امرأته، فلما فتحت امرأته سألها أيضا وقال لها أين زوجك، قالت خرج يبتغي لنا طعاما. الأصل أن الرجل يخرج من البيت ويشتغل ويبحث، لذلك الله سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما خاطب بها النساء، الأصل مخاطب فيها الرجال، ما قال فامشينا وكلنا، إنما الرجل هو اللي هذا الأصل. صح المرأة يجوز لها تشتغل، لكن الأصل أن اللي ينفق على الأسرة هو الرجل، لذلك قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما إيش أنفقوا، ما هو قاعد يصرف على البيت ويدفع الأجار ويصرف على العيال ودفع فيها مهر، من حق يا أخي يكون لي مسؤولية على البيت. ولذلك سألها إبراهيم قال أين زوجك، قالت خرج يبتغي لنا، فقال لها ما طعامكم، قالت خير الطعام، أبدا بشرك إن عندنا خير اللهم خير الطعام، ما هو، قالت اللحم واللبن، فقال اللهم بارك لهم في لحمهم وفي لبنهم. ولذلك يقال، يقول ابن القيم رحمه الله، هذه فائدة يعني بس على السريع، يقول ابن القيم إنه لا يوجد بلد يستطيعون أن يكتفي أجسادهم باللحم دون طعام آخر إلا أهل مكة، لأن إبراهيم دعا الله أن يبارك لهم في لحمهم، فقال اللهم بارك لهم، ثم قال لها فإذا جاء زوجك فقولي له ثبت عتبة دارك، وراح. فجاء زوجها فقالت له قد مر بنا رجل كذا وكذا، قال هل أوصاك بشيء، قالت نعم، قال ماذا قال، قالت قد قال لي ثبت عتبة، قولي لزوجك يثبت عتبة داره، فقال لها نعم هذا أبي وقد أوصاني بإمساكك، يعني بيض الله وجهك وانت امرأة جيدة وحكيمة وحسنة التعامل، أمرني أبي أن أمسكك، أبوي معجب بك. ولذلك جماعة الاهتمام بالأسرة منذ عهد الأنبياء السابقين، ليس فقط اليوم، ليس فقط اهتمام الزوج بزوجته، لا، تفقد الشخص لأسرة الشخص الآخر، سواء أب يتفقد أسرة ولده أو أخ يتفقد أسرة أخيه أو ما شابه ذلك. تعالوا اليوم نتكلم عن شيء من هذا. طبعا الكلام عن الأسرة والتعامل في الأسرة والتناغم الأسري وأسباب المشاكل في الأسر وغيره كلام يطول، وكل واحدة من هذه تستحق لها لقاء خاصا به، لكنني اليوم سأحاول بإذن الله أن أطرق ولو شيئا من هذا، وسأحاول أيضا أن أجعل وقتا لمن أراد من الإخوة والأخوات أن يطرح شيئا من المسائل أو الاقتراحات أو نحو ذلك، حتى نستفيد جميعا بإذن الله. بعض الناس يعني لا يعتني بتطوير نفسه في طريقة تعامله مع زوجته، وبعض الزوجات كذلك، أو أحيانا في تربية الأبناء، فأحيانا يرزق بالأبناء الواحد تلو الآخر وهو لا يعرف كيف يتعامل مع مشاكلهم، كيف يعيش معهم. اسأل نفسك ما هو آخر كتاب قرأته في السعادة الزوجية، ما هي آخر دورة تدريبية حضرتها، هل لديك استعداد للتطبيق؟ المشكلة اليوم مع انتشار الطلاق بشكل مروع يجعلنا نخشى على الأسرة التي هي عماد المجتمع. نحن كنا في السابق إذا تكلمنا عن الغرب، عن أوروبا وأمريكا وغيرها، من أكبر الأشياء التي نذمهم بها التفكك الأسري، أليس كذلك؟ ونقول ما في ترابط عندهم، الأب يجلس ما رأى ابنه سنوات. وكان في نكتة نقولها دائما، نقول إن الأب لما يطلع مع ابنه للمطعم كل واحد يحاسب عن نفسه ونضحك عليهم، وأظنها بدأت اليوم يعني تطبق أو قريبا من التطبيق. يبدأ الأب يقول أنا حاسبت عنك المرة الماضية، يعني اليوم أنت خلاص تشتغل أنت حاسب، ويبدأ الولد يحاسب اليوم، بعدين يقول للأب أنت أنا حاسبت عنك كان أغلى ونحو ذلك. في المسجد عندي في الرياض كان فيه صيني جاء يعلن إسلامه قبل أمس في خطبة الجمعة، جاء خمسة صينيين
مشتغلون في محطة القطار وجاءوا يعلنون إسلامهم. سبحان الله، هذا الدين كل إنسان لما أسأله ما الذي جذبك للإسلام تسمع منه سببا يختلف عن الآخر. واحد يقول يعني، وغالبا مكتب الدعوة عندنا إذا جاءوا يعلنون إسلامهم في غالب الأحيان يجيبهم في المسجد عندنا، يعني في عدد كبير وعندنا هدايا لهم وكذا، وبالتالي أسألهم دائما ما الذي جذبك للإسلام. بعضهم يقول جذبني للإسلام التوحيد، أنكم ما تعبدون إلا إله واحد، أنا غيركم، أنا كنت أعبد كذا إله، وبالتالي ما أدري أنا لما أقع في كربة أقع ما أدري من أدعو. هذا يا جماعة سألته الصيني اللي قبل أمس، قلت له ما الذي جذبك للإسلام؟ فقال جذبني للإسلام الترابط الذي أراه بين العوائل، بين في العائلة في الأسرة، الترابط الذي أراه في الأسرة هو الذي جذبني للإسلام. قلت له كيف؟ قال عندنا إذا كان الأب تاجرا عنده أموال يبقى أولاده قريبين منه، يعني مهما تقدم بهم السن وكبروا عندهم عيال لكن دائما قريبين من الشايب من الأب. ليش؟ استفادة من فلوسه، يعني واحد منهم يبغى سلف، واحد بيشتري سيارة، واحد بيسدد أجار بيت، واحد يمكن الأب مشغله عنده، وبالتالي الأب ماسكهم بالفلوس حقيقة. فهم ولاؤهم وبرهم بالفلوس، ولاؤهم وبرهم للمال وحبهم للمال، والذي يجذبهم المال ليس الذي يجذبهم الأب ومحبتهم للأب وبرهم به. يقول فإذا كان الأب فقيرا فمنذ أن يصل أولاده إلى 20 أو 22 أو كذا، والواحد كل واحد يشتغل ويتخرج من جامعة وثانوية لا يكاد أن يراه ولا يدري عنه. يقول لاحظت عندكم يأتي عند أبيه، يأتي عند أمه، يظل عنده نوع من الوفاء له. وبالتالي يا جماعة الاهتمام بالأسرة أمر مهم. المشكلة اليوم نسب الطلاق بدأت ترتفع بشكل كبير جدا، يعني وأنا أجزم أن الإخوة والأخوات ربما لو أقول كل واحد أريده يفكر الآن في 4 مطلقات يعرفهن أو 4 مطلقين يعرفهم، ربما ما تحتاج إلى أكثر من 4-5 دقائق وانت تقولي والله فلانة وفلان طلق زوجته، واحد من زملائي وفلان أيضا بنته مطلقة وثنتين بناته مطلقات. في السابق قبل أظن 20 سنة ما كنا نسمع يا جماعة مسألة الطلاق نادرا جدا، وكانت الرجل الذي يطلق يقع عليه من اللوم العظيم، والمرأة التي تطلق يقع عليها من اللوم العظيم. اليوم أصبح الأمر عادي، يعني أصبحت البنت تتزوج وتعزم صديقاتها مثلا، وبعدين بعد سنة مثلا شافت واحدة منهن مصادفة في أي مكان فتقول ما شاء الله بشرها جاك عيال، قالت لا طلقت بعد 2 شهر، وهي عادي تضحك طلقت بعد 2 شهر، ولا تسأل أنت بشر قل والله لا والله ما جلست طلقتها من 6 شهور. طيب يا فلان هل لما طلقتها هل تزوجت غيرها، هل بحثت؟ فإذا الرجل أصبح الطلاق عنده أمرا عاديا، بل بلغت النسب في بعض دول الخليج إلى 64%. في أقرأ إحصائيات عن بعض الدول، يعني في بعض الدول العربية الإحصائيات تقول إنه حسب عدد السكان في كل 10 دقائق يقع حالة طلاق، في كل 10 دقائق، يعني لما يكون في السنة مثلا فرضا في مثلا 10,000 حالة طلاق يقسمونها على عدد أيام السنة، ثم يقسمون مثلا كل يوم صار فيه مثلا 800 حالة مثلا، يعني يقسمونها على عدد الساعات، فيقول لك في كل 10 دقائق، في كل 5 دقائق تقع حالة طلاق. يعني أثناء المحاضرة هذه إذا تستمر 2-3 ساعات ربما وقع خلالها ما لا يقل عن 10 حالات طلاق. طيب إيش السبب يا جماعة؟ ولذلك لعلنا نتكلم عن شيء من هذا بإذن الله. سنتكلم عن بشيء من التفصيل عن أنواع الرجال، أنواع النساء، أنواع الأبناء، وسأحاول يعني أن أختصر أيضا حتى أدع فرصة لمن أراد الإضافة أو نحوه. وبالتالي أنا يعني عشان بس نتفق على وقت ننتهي إليه، وبأذن العشاء بعد تقريبا 1/4 ساعة، فهل ترون نواصل وإذا خلصنا نصلي العشاء مرة واحدة؟ ها؟ ما دامنا صلينا المغرب يعني، يعني فالإخوة طلبوا أني أنتهي على 9 تقريبا، أنا عاد 9 أو قبلها أو بعدها حسب ما يتيسر لنا. فأنا سأتحدث إن شاء الله تعالى إلى 8:00، يعني أعطوني 1:15، ثم سأدع مجالا من كان عنده إضافة أو سؤال أو شيء، ثم بعد ذلك سأكمل إن شاء الله تعالى ما تيسر. إن وصلنا 9 أو تعديناها أو قبلها الأمر إن شاء الله سهل.
سنتكلم عن أنواع الرجال، أنواع النساء، أنواع الأبناء بإذن الله. بعض الناس يا جماعة يحضر مثل هذه الدورات لكنه لا يستفيد، يقول لا يمكن أغير طريقتي وطبعي. تقول له طيب أنت لما مثلا لما يعني الإمام أحمد رحمه الله كان لما ماتت زوجته أم عبد الله يدعو لها دائما، رحم الله أم عبد الله، غفر الله لأم عبد الله. قالوا ليش تدعو لها كثير؟ قال لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. طيب السؤال، هل معقول 20 سنة زوج وزوجته ما اختلفوا في شيء؟ يا أخي إذا كان سيدنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنجح زوج في التاريخ، وقع بينه وبين زوجاته مشكلة وهجرهن شهرا وبعد الرجع، كيف أنت يا الإمام أحمد تقول 20 سنة ما وقع بينكم شيء؟ فقال كنت إذا غضبت أرضتني وإذا غضبت أرضيتها، ومشت حياتنا على هالحال. يعني إذا أنا زعلت ذاك اليوم وهاوشت تقول خلاص خير إن شاء الله، أبشر ما يصير للي تبالي، وتهدي الموضوع وننتهي. بكرة صار مشكلة وغضبت هي، أنا ما أشد أيضا، أقول خلاص إن شاء الله أبشر ما يصير للي تبغين، أبشري وبعدين خلاص وننهي الموضوع. وترى في كثير من الأحيان يا جماعة إذا غضب الزوج وقالت له الزوجة خلاص أبشر، قال والله ما تحضرين زواج أختك، وزوج أختها بعد 5 شهور، والله ما تحضرين زواجها، قسما بالله أن حضرتي ماني برجال فاهمه، والله ما تحضرينه. لا تسوي له مشكلة من الآن، ألا بحضر هذه أختي، تفرق بيني وبين أختي. لسه يا أختي باقي 5 شهور يمكن يموت وتصيرين في عدة الوفاة، أصلا شرعا ما يجوز تطلعين من البيت، يمكن تموت أختك، يمكن يموت زوجها، يحصل أحداث في 5 شهور. قولي له إن شاء الله وابشر وانت زوجي وما يصير خاطرك إلا طيب، وكلها أسبوع أسبوعين وهو ناسي الموضوع، وبعدين تحضرين 20 زواج، ما هو بس زواج هاي. لكن المشكلة أن بعضهن ما تصبر، ما تصبر، أو تجده مثلا يبدأ يسب أمها ولا يسب أباها، وتقول ايش تكلم على أبوي واسكت. إيه اسكتي، إذا كان أن الله سبحانه وتعالى منع المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين أو أن يردوا عليهم بالسب خو يعني سدا لباب أن المشركين يسبوا الله، يعني يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير، يعني لا تردون عليهم ويردون عليكم. شوف كيف التوجيه الرباني. ولذلك حتى لو سب خير إن شاء الله، طيب اللي تشوفه أبوك أصلا خير خير، إذا هدى تعال له بأسلوبه، وإذا هو ربما قبل رأسك واعتذر وتكفين لا تعلمين أبوك، والله أبوك رجل فاضل وغيره. لكن المشكلة أن بعضهم يسمع التوجيه ما عنده استعداد يغير. اللي يقول يا جماعة لا يمكن أغير طبيعتي، واحد يقول لك تكلم مثلا عن الغضب، وإذا غضب أحدكم فليجلس، إذا ذهب عنه الغضب إلا فليضطجع، فيقول لك أي والله يا شيخ لو تتكلم عن الغضب إلى بكرة لا يمكن أتغير، أنا كذا ربي خلقني، أنا غضب وأمي غضوبة وحرمتي غضوبة وجيراننا غضوبين، تصدق سبحان الله جبنا شغالة وصارت غضوبة مثلنا بعد. وأنت تتكلم عن تريد تقلب الأحجار ذهبا، لا يمكن، كلمني عن موضوع ثاني يا أخي. كل شيء يمكن يتغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر، ثم قال ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. بمعنى يا جماعة كل إنسان يمكن أن يتغير إذا عمل على الأسباب التي تدله على هذا. إذا بقي معنا الآن بإذن الله كل من يريد أن يطور نفسه في هذا. السؤال، لماذا تزوجت؟ هل هي فقط لأنها سنة الحياة؟ يعني لو سنة، لو جميل سنة الحياة، لكن عاد لو قال واحد يعني هي ليست سنة لكل الناس، بعض الناس ممكن يعيش من غير زوجة، في علماء ماتوا وهم لم يتزوجوا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مات وهو ما تزوج، احدى راويات البخاري اسمها كريمة يذكرها ابن حجر في شرح البخاري ما تزوجت، وشو لها انت رايح تتزوج؟ ايش ما صرت مثل ابن تيمية ولا تزوجت؟ ما السبب؟ يعني ما هي الغاية ان الواحد تزوج؟ السؤال، لو قال الواحد قالت الوحدة والله أنا تزوجت لأجل أني أجد رجل ينفق علي، فيه نساء كذا، يعني أنا أعرف أن بعض الفتيات مثلا تزوجت لأجل أن تساعد أهلها، تزوجت رجل مثلا غني
لأجل أنه مثلا يعني بيكون كريم معها ومع أهلها وأبوها عليه دين هذا أكبر دافع دفعها إلى الزواج منه. في ناس يقول له والله أنا تزوجت بصراحة يا شيخ أبغى واحدة تسلي الوالدة في البيت، ولا والله أنا مالي نظر في الزواج، أنا أشوف أني مبكر تزوجت، أصحابي كلهم بس أبغى واحدة تصير مع الوالدة وتسليها وتجلس معها، خواتي كلهم تزوجوا صرت أنا والوالدة لحالنا وكذا، فأبي واحدة إذا أنا طلعت إذا جيت الوالدة يعني تسليها. وهذا مثل ما ذكروا، هذا كان في واحد تزوجوا كل إخوانه ما بقى له ويمه في البيت، فتزوج عادة أو في كثير من الأحيان الأم إذا تزوج ولدها الأخير أو ربما أحب أولادها إليها تشعر بغيرة بينها وبين زوجته، وتبدأ إذا طلع يتمشى مع زوجته، يعني يمكن لو تقول زوجتك مثلا يما أنا بكرة بروح أعتمر، أول سؤال تسألك وش تقول لك؟ بتروح معك زوجتك؟ هذا أول سؤال. وهذا يحصل لنا كلنا، يعني تلقاه مثلا تكلمهم يما أنا تراي طلعت مثلا البلد الفلاني، أول سؤال تسأله معك زوجتك وعيالك؟ ولهم طيب يما وش اللي يهمك، لكن كذا شيء في النفس، ولو تقول له روحي معي انت يمكن ما تروح. فالشاهد هذا تزوج وساكن مع امه، وصارت امه كل ما دخل الولد الغرفه طقت الباب طخ 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 طخ، نعم يما تبغى شاهي؟ يما وش المسكه هذه، ما نبغى شاهي، يجلس 10 دقائق يطق الباب طخ طخ، الشغاله بتغسل ملابس، عندكم ملابس تحتاج غسيل؟ يطلع يا ميمتي لا ما في ملابس، احنا عمدنا نوسخ ملابس، يجلس له ما ادري ايش ويطق طق طق طق، بتغدى هنا ولا برا عشان نشوف نسوي غدا ولا لا، حول ولا قوه الا بالله، اشغلت ام اللي جابه. فالولد جاء اخوه الكبير يزورهم وجالسين مع الوالده وهو واخوه الكبير والام، فقال هو يقول لاخيه قال يا اخي ترى امي اشغلتني، يقول له الام ما تسمع يعني، قال يا أخي أمي أشغلتني كل ما دخلت غرفتي قالت لي طيب تبون شاهي تبون عصير، وش هالكرم اللي طبع لأمي فجأة، وبعدين أنا أجزم لو أقول إيه أبغى شاهي ما جابت شاهي بس كذا يا أخي أمي. فحس الأخ الكبير أن الأم غايرة، فلما جاءت الأم وجلست، الأم كانت طالعة جت وجلست معهم، فقال لها يمه ترى في واحد فلان، وذكر لها واحد من شيبانهم بصحته لا يزال مكلمني قبل يومين يخطبك. فالابن الصغير قال له ما تستحي تزوج امك بهذا السن؟ فالتفتت الام على الصغير قالت انت تدبشه توك صغير، اسمع كلام اخوك الكبير خليك عاقل مثل اخوك الكبير. فهو مشكله احيانا بعض المفاهيم تصير بهالطريقه. ادم عليه السلام لما خلقه الله تعالى وجعله في الجنه جعل له كل ما يشتهي، كل ما يشتهي في الجنة، يعني من طعام وشراب وكل شيء في الجنة، ومع ذلك ما طاب له المقام حتى خلق الله تعالى من ضلعه حواء، حتى خلق له أنثى، بحيث أن ربنا جل وعلا يعلم أنه لا يكتمل الرجل إلا بوجود أنثى، ولا تكتمل الأنثى إلا بوجود رجل، وبالتالي كل واحد منهما مكمل للآخر. وخلق الله تعالى المرأة من ضلعه وخلقه هو من تراب الأرض، لأن المقصود من خلق الرجل والمرأة أن الرجل يغطي الجبهة الخارجية في البيت، يشتغل ويشوف المشاكل حق البيت وغير، والمرأة تحتوي البيت بقلبها وتعاملها ونحو ذلك. طيب ماذا يعني الزواج الناجح بمفهومك؟ هل الزواج الناجح هو الذي يجيبون أولاد أكثر، أو الزواج الناجح الذي أبناؤهم ينجحون ويصيرون يعني مثلا لهم شهادات عليا؟ هل الزواج الناجح هو اللي ما عندهم مشاكل أبد؟ هل الزواج الناجح اللي مثلا يبنون بيت بسرعة أو كذا؟ الزواج الناجح يا جماعة هو الزواج الذي يسوقك إلى السعادة، كلما كان الإنسان أسعد. طبعا لا أعني ما في مشاكل، لا ما في بيت من غير مشاكل، وأنا سأذكر لكم بعد قليل مشكلة حصلت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن تكون المشاكل لا يطول وقتها، يحس الواحد وهو رايح البيت أنه مبسوط أني برجع لبيتي، ليس مثل بعض الناس اللي ربما يجلس مع أصحابه في مزرعة ولا على ساحل البحر ولا مجتمعين في عشاء ولا، فإذا نظر للساعة وعرف أنهم سيتفرقون بعد قليل وأنه سيذهب إلى بيته ضاق صدره،
وده انه يجلس معهم الى الفجر ولا يذهب الى زوجته وابنائه، هذا ما نعتبره زوج ناجح. كلما كان اشد سعاده، مثل ما قال الله تعالى خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ايش اليها، ما قال لتسكنوا معها، لا لتسكنوا اليها، يسكن قلبك اليها وتسكن نفسك اليها. ولذلك الطفل تلقاه اذا منه خاف من شيء وجئت وضممته سكن اليك، لو جبته وهو يبكي وخايف وجلسته جنبك ما يطمئن حتى يسكن قلبه اليك. ولذلك الله تعالى قال لتسكنوا اليها، بعدين خلق لكم من انفسكم، خلقت المراه من ضلع الرجل كما جاء في الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام هو ومن كان من اصحابه يتشبه به في التعامل كانوا غارقين في بحر السعاده، لكن مع ذلك لم تكن حياتهم تخلو من مشاكل. يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنت انا وصاحب لي من الانصار نسكن في عوالي المدينه، عوالي المدينه يعني الاماكن التي هي خارج المدينه فيها المزارع وفيها مراعي الغنم ونحو ذلك. يقول فكنت انا انزل يوما وهو ينزل يوما، يعني يوم هو ينزل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الاخبار، واذا كان في اغراض نريدها من السوق يحضرها، وانا اعتني بغنمه واعتني بزرعه. اليوم الثاني انا اللي انزل وهو الذي يعتني بذلك، يتناوبون. فيقول فنزل مره وتاخر علي، العاده ياتي على العشاء، يقول فتاخر علي فنمت، فلما جاء متاخرا جعل يطرق الباب، اثم عمر اثم عمر، يعني عمر في البيت عمر في البيت. قال فخرجت وفتحت الباب وانا بازار من غير رداء، من شده السرعه عمر طلع بالازار، مثل ما الانسان الان لو دخل الى بيته تجد انه يخلع غترته يخلع طاقيته يخلع ثوبه، يبقى بلبس البيت يعني. فعمر في البيت عليه ازار فقط، الرداء يعني مثل لباس الاحرام كان يلبسه ويضايقه، فنزعه من شده العجله، اقبل وفتح الباب من غير رداء. فقال له الانصاري قد حدث اليوم في المدينه حدث عظيم. يقول عمر وكنا نحدث ان غسان، الغساسنه هم نصارى العرب، نصارى العرب اللي كانوا ساكنين في الشام، قال نحدث ان غسان تنعل الخيل لغزونا، انهم يجهزون خيلهم ليغزونا، فلما قال حدث امر عظيم قلت اكيد ان جاء الغساسنه، فقلت له جاء الغساسنه؟ قال امر اعظم من ذلك واطم. وش اللي اعظم من ذلك واطم؟ فقال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. طبعا عمر له علاقة خاصة بالموضوع، غير انه نبي عليه الصلاة والسلام، له علاقة خاصة بالموضوع، ايش؟ بنته حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من العائلة والمسألة طلاق. يقول فانتظرت حتى اقبل الفجر فجمعت علي ثيابي ونزلت وصليت الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم. العادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه يجلس في بعد الصلاة يعبر لهم الرؤى يتحدث معهم. المرة هذه خلص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقام وخرج من المسجد، شعر عمر أن اليوم في شيء متغير، فقام وراءه بيشوف وين بيدخل أي بيت، وإذا به صلى الله عليه وسلم يدخل مشربة، يعني غرفة خارج بيوته ويجلس فيها ويجعل عند الباب حارس يمنع الدخول، معناه أنه لا يريد أن يقابل أحدا. فأقبل عمر وقال للحارس استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن لي بدخل بأسألها أشوف شو اللي حصل. وعمر جريء رضي الله عنه. فدخل الحارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا عمر في الباب يدخل، ما رد عليه. يا رسول الله عمر يدخل ولا؟ ما رد عليه. أقول له يدخل، ما رد عليه. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يقابل أحدا. خرج الحارس قال والله يا عمر أنا سألته ثلاثا ولم يأذن، ما قال يدخل. فذهب عمر توجه للمسجد وإذا الناس هذا يبكي وهذا يفكر، نجلس نبكي إلى متى؟ إلى الظهر يعني. ثم انظر يا أخي إلى ترابطهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو يصير له مشكلة في بيته وهم يتأثرون ويبكون، شوف الحب. فقام عمر مرة ثانية وجاء للحارس قال استأذن لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الحارس يا رسول الله هذا عمر، ما رد عليه.
يا رسول الله يدخل ما رد عليه. يا رسول الله عمر جاء مر ما رد عليه. خرج قال يا عمر استأذنت ثلاثا ولم يأذن، ما أقدر أدخلك. فمضى عمر إلى المسجد للناس يبكون، مضى ودخل على حفصة ابنته وإذا هي تبكي، فقال لها طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا جالس في المشروبة، ما أدري هذا أو جالس في الغرفة لوحده ما أدري. رجع عمر عند الحارس استأذن لي، ما أنا بجالس كذا أنتظر إلى الظهر، استأذن لي. فدخل الحارس يا رسول الله ما رد. عمر جاء مرتين ما رد عليه، يا رسول ما رد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا على حصير، الحصير يصنع من سعف النخل يصنعون منه بساط، وعلي وهناك مخدة من جلد حشوها ليف، شفت الليف اللي يكون على النخلة، يأخذون هذا الليف ويأخذون جلد مثلا شاة أو خروف أو كذا ويدبغونه ثم يحشونه بالليف النخل ويتكئون عليه يصبح وسادة، يعني ليست وسادة من قماش حشوها قطن مريحة يعني أو اسفنج، لا كان ممكن يكون عندهم شيء اسمه قطنهم ويستعملون القطن ويستعملون القماش، لكن لأنه صلى الله عليه وسلم لا يجد من الرخاء مثل ما كان عند غيره، هذا بدايات الإسلام، كانت المخدة عبارة عن جلد والحشو من ليف النخل، واللي هو جالس عليه عليه الصلاة والسلام اللي هو مضطجع عليه حصير من نخل. فجاء واستأذن الرجل، يا رسول الله هذا عمر ما رد عليه، يا رسول الله يدخل ما رد عليه، يا رسول ما رد عليه. طلع قال يا عمر ما خلاص ما أذن. فمضى عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له، عمر له مقام عند النبي صلى الله عليه وسلم له قدر، قال إذن له. فقال يا عمر قد أذن قد أذن. فأقبل عمر ودخل يقول فقلت في نفسي لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مدام ضايق صدره ولا يريد قابل أحدا والله لأوسع صدره وخليه يضحك. طيب هل قال عمر يا جماعة في نفسه لا والله أخاف ما تعجبه ما يعجبك كلامي مثلا ويغضب علي ولا أخاف أنه ما هو مناسب وبعدين يطردني، ولا لا عمر يدري أن يتعامل مع رجل طيب وأن حتى لو ما أعجبك كلامي بمشيها لي، حتى لو ما أعجب التصرفي لن يصل به المرحلة أنه يقول لي أخرج، لا أدري هو طيب عليه الصلاة والسلام أخلاقه حلوة أصلا معي، فحتى لو تصرفي ما هو بزين ما راح يشدد علي. ولذلك الصحابة كانوا جريئين مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن صح التعبير يتلقاهم يعطيهم وجه إذا تكلموا يتلطف معهم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جالس، يعني مع الأسف اليوم بعض الآباء إذا أراد ولده يتكلم معه مثل السيرك اللي يمشي على حبل منتبه ما يدري متى تزل قدمه، أليس كذلك أحيانا بعض الأبناء؟ وربما لو تسأل يعني لو المحاضرة أكثرها شباب وتسألهم يقول لك والله اللي خليني ما أسولف مع أبي إنك كذا، وأول ما أجيب له السالفة أقول يبقى أنا مصطلعت مع واحد من أخوياي من أصحابي، يبدأ يرمي إذنه، إيه ها وين رحتوا؟ قال رحنا للمول، إيه رحت المول، تلقاه مغازل ودشرة صح؟ خلي الولد يسولف يا أخي، وتلقى الأب يمكن كان أخرب من الولد لما كان في سنه، ويقول الولد لا أيبا بس دخلنا مطعم، قال لي تلقاه المطاعم الغالية هذه أنت ما يمشي معك، والله لو أنك ما أخذ لك سندويشة وحط فيها جبن وما كلها وذاكر الله تجيني بكرة بتقول والله 100 ريال اللي أعطيتني خلصت، أكيد خلصت ما دام أنك قاعد تلعب بالفلوس. يا أبوي أنا ما بعد سولفت إلى الحين، يمكن دخلنا المول ورحنا الحمام وقضينا حاجة وطلعنا ها عشان نوفر على نفسنا الحمامات اللي بفلوس. سر الولد ذكي عاد. فتجد بعض الأبناء إذا بغى يسولف بعدين بعض الآباء يقول يا أخي عيالي ما يسولفون علي كذا، لأنك أنت يحسونهم في لجنة اختبار إذا قاموا يسولفون معك، ما يحسون أنهم عند واحد لطيف فرندلي معهم ممكن يسمع ويضحك ويمشيها، والسؤال والأسلوب لو ما أعجبه ما يدقق عليه. يعني يقول عبد الله المبارك يقول إني لا أسمع إنه ليحدثني الرجل الحديث وأنا قد سمعته قبل أن تلده أمه، فأسمعه منه كأني أسمعه لأول مرة.
يتفاعل معه ويتلطف. وهذا يا جماعة يسمونه فن الاستماع، أن يصير عندك قدرة على أن اللي قدامك يسولف وأنت متفاعل معه، حتى بين الزوجة وزوجها. لماذا الآن بعض الزوجات ما تسولف مع زوجها مثلا؟ تلقاها داخلة في الموضوع، يبدأ تقول له مثلا تصدق مثلا كذا، بتسولف معه كذا في يوم جاي ينام، اليوم جاتنا فلانة وسوت كذا، وتصدق العجيب، تصدق انهم لما ولدها ودوه المستشفى ما لا. بعدين فجأة وهي في عمق السالفة يقول لها في خبز للفطور بكرة ولا لا؟ صح؟ في كذا. فتقول له هي ما شاء الله، وأجل انت شكلك ما تدري وش السالفة، ما تدري وش السالفة. هذه 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 مشكلة. يذكرني بذيك العجوز اللي قال لها ولدها يمه تحجين ولا تعرسين؟ قالت والله يا ولدي الكعبة مهي بطايرة، خلني أعرس. الكعبة باقي، مفاتني الحج هالسنة، يمدي السنة الجاية، لكن الزوج يخاف يروح ولا عاد يجي. فالمقصود أن عمر أصلا يدري لما يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع إنسان سيتفاعل معه في القصة. يقول فقلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أقول لك كلام أضحكه. وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم زعلان ولا يريد يقابل أحدا، ومع ذلك يبغى يوسع صدره. يقول طيب إيش النكتة أو يعني الموقف اللي اختاره عمر، الطرفة اللي اختارها عمر لي يعني يدخل السرور بها، اللي يضحك بها النبي صلى الله عليه وسلم. هو يدري عمر أن المشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، فيبغى له نكتة خاصة بالزوج وزوجته. فقال عمر يا رسول الله، قال نعم، قال إن كنا في مكة نغلب نساءنا. حنا كنا في مكة طبيعتنا أن الرجل شديد على الحرمة، فكنت في مكة لو طلبت مني امرأتي شيئا، لو جت تدلع تقول أبغى كذا، قمت ووجعت عنقها، الله كسر رقبتها خليها ما تتجرأ مرة ثانية تطلب شيء. يقول فلما جئنا إلى المدينة وإذا رجال تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا تتعلم من نسائهم، قامت حريمنا يحتكون بحريم أهل المدينة وتعلموا أنها تصير قوية. فالآن أنا لو أردت من امرأتي شيئا قامت إلي ووجعت عنقي، هي الحين تكسر رقبتي. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت لا أضحك أنه أخرى. وهذا بالمناسبة ترى يبدو أن طبائع الناس تتأثر ببلدانهم. يعني أحيانا يشتهر مثلا أن رجال البلد الفلاني شديدين على حريمهم، طبعا ليس المقصود أنهم 100%، لكن الغالب، يعني الغالب غالبية أهل البلد أن الرجل شديد على المرأة. وطبعا هذا التصرف خاطئ، أنا لا أمدحه بذلك، خيركم خيركم لأهله، لكن أنا أشرح شيئا موجودا. يعني ويشتهر أن البلد الفلاني لا، الحريم هي اللي تتحكم في الزوج، صح ولا لا؟ يحتاج نضرب أمثلة على البلدان ولا ما يحتاج؟ بلاش مشاكل أجل، زين. فتجد أنهم عندهم مثل هذا يعني الإشكال. فعمر يضرب أمثلة على بلدين، فقلت في نفسي لأضحكنه أخرى، الله لا أعطيه نكتة ثانية. ثم قال يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة. الآن يريد يبين له يا رسول الله أنا وإن كنت أبا لزوجتك إلا أنني في صفك ليس في صف ابنتي. يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة. فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك، يقصد عائشة رضي الله عنها، تستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستكثر يعني تقول أعطني وأعطني ويعطيها، فإنها أحسن منك، ولولا أنا لطلقك. يعني هو قاعد يشد على بنته حتى هي تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملها وتصبح يعني لا تطلب منه شيئا كثيرا ونحوه. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، يعني ارتاح له الكلام. قلت يا رسول الله أجلس؟ قال أجلس. وجلس. يقول فنظرت وإذا البيت ليس فيه شيء إلا حصير ووسادة من جلد وثلاثة أهبة، ثلاثة جلود معلقة على الجدار. قلت يا رسول الله لو دعوت الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع الله عليهم، يعني
احنا جلد وحصير واولئك كفار وعلى ارائك واسفنج. لو دعوت الله يوسع على امتك. يقول فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام عليه وقال: افي هذا انت يا ابن الخطاب؟ هذا وقته يعني يا ابن الخطاب. اولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. قلت استغفر لي يا رسول الله. قال اللهم اغفر له. قلت يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ هذا الموضوع اللي أشغل عمر مشغل الصحابة، هل طلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. الناس لما سمعوا عمر يكبر من داخل البيت خلاص اطمأنوا، الله أكبر الله أكبر. يقول فعرف الناس أنه لم يطلق لما كبر. لبث النبي عليه الصلاة والسلام هاجرا لنسائه 29 يوما. وبالمناسبة أهل العلم لما تكلموا على قوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، عدد منهم قال إن معنى اضربوهن يعني اهجروهن في البيت. الضرب في القرآن ذكر في 32 موضعا، كلمة الضرب بعضها بمعنى الضرب مثل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بناء الضرب، وبعضها بمعنى السفر والإبعاد، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى آخره. فهو يختلف بمعانيه. استدلوا على هذا المعنى، طبعا المسألة فيها أيضا خلاف، لكن استدلوا على هذا المعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع بينه وبين زوجاته مشكلة وعظها هجرها في المضجع، ثم لم يضرب المرحلة الثالثة، ولكن جعل المرحلة الثالثة مثل الضرب في الأرض اللي هو السفر البعيد الإبعاد. هجرهن هجرانا طويلا لمدة 29 ليلة شهر يعني، وهذا معنى فقهي ذكره بعض أهل العلم في معنى هذه الآية. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم لبث 29 آية ثم نزلت الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. طبعا إيش المشكلة أصلا بينها عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته؟ تتعلق بالنفقة، زودنا فلوس ما عندي فلوس إلا أعطنا مصروف زيادة. وبعدين هن بشر يا أخي، هي تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ببشريتها، أنا زوجتك يعني. لم ينزل الله تعالى ملائكة ويجعلهم مكان الأزواج، لكن هي تزوج عليه الصلاة والسلام بشر وهو بشر أيضا، مثل ما قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا زيكم بشر يوحى إلي، الفرق بيني وبينكم أني يجيني وحي، ولا أنا بشر أتزوج وأكل الطعام وأمشي في الأسواق وأبيت وأنام وأمشي وأسافر وأقيم، بشر. ولذلك اللي وقع بين عليه الصلاة والسلام وبينهن مثل هذا. فأنزل الله تعالى آية التخيير اللي هو قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن يعني أعطيك مؤخر الزواج مؤخر المهر، وأسرحكن أطلقك يعني. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، إذا أنت بتصبرين علي، أنا رجال مشغول، أنا رجال كل يوم في بلد أجاهد، أنا رجال أصلي في المسجد ويأتيني 100 ولا 200 كلهم عندهم أسئلة ومشاكل، أنا رجل تأتيني الوفود، أنا لست مثل غيري من الأزواج فاضي. لا، إذا تريدين الله ورسوله تختارين الله وما يريده الله، وتختارين زوجك الرسول وتريدين الدار الآخرة تبغين الأجر في الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أنزل الله على نبيه الآيات خير نسائك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهن. دخل عليه الصلاة والسلام أولا على عائشة، قال يا عائشة، هي فرحت طبعا لما دخل عليها، قال يا عائشة إن الله أمرني أن أخيرك. قالت تخيرني في ماذا؟ شوف يا أخي يعني السعادة فعلا اللي يغرق في بحر السعادة، اللي يحس أنه يحب زوجته وهي تحبه، المسألة ما هي بتصنع، ما هو بإذا قال لها والله تصدقيني أمس أفكر فيك أحبك تقول أكيد من قلبك، ولا من يا رجال تلقاك، ولا مثلا دائما إذا أرسل لها رسائل فيها حب دائما تكون إعادة إرسال، إعادة لا يمكن يكتبه كلام من عنده. طيب ولا مثلا أنا من يوم جيني مثلا رسالة من زوجتي كذا 10 أسطر وكلها سجع وما سجع، ما أقراها كلها، من يوم أقرأ أولها أمسحها، أقول لا ترسلي لي إعادة إرسال، ولا تشتركي لي في
ما ادري وش يسمونهم هذه هذا اللي يرسلوا لك رسائل مثل الاخبار العاجله في كذا يرسلون رسائل حب فتقوم تلعب علي تشترك وتسوي نسخ ولزق وارسل لك قلت تلعبين علي يجيك يكتبها واحد ربما عمره توه 14 ولا بعد تزوج ويقصها من الانترنت ويضيف ويلا اما يكون من قلب ولا لا ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام صادق مع عائشه فجاء قال ان الله امرني ان اخيرك قالت في ماذا فقرأ عليها الآيات شوفي إنك تبغيني على ظروفي اللي أنا عليها فابشري بالأجر والخير عند الله وإذا تريدين الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن أعطيك إذا كان بقالك مهر وأسرحكن سراحا أنت ما تصلحين لي خلاص إذا ما تتحملين حياتي ما تصلحين لي أدور غيرك وأسرحكن سراحا جميلة بدل ما أقعد كل يوم مشكلة أنا وياك مشكلة خلاص إلى متى نقعد يعني على هالحال الآن خيارين بين يدي عائشة فقالت أفيك أختار يعني معقول تعطيني كفتين واحدة منهم أنت فيها والثانية فيها الدنيا كلها وأترك اللي أنت فيها معقول أفيك يعني ما في مقارنة أفيك أختار فقال صلى الله عليه وسلم لا تعجلي حتى تشاوري أبويك اسألي أمك وبك إيش رأيهم يمكن هم لهم وجهة نظر أنك أطلقك وتزوجين غيري يعني فاضي لك ويسعدك قالت أفيك أشاور يا رسول الله يعني أروح أقول لأمي وش رأيك أخليه يطلقني ولا لا وهو رسول أفيك أشاور أنا بلقى أحسن منك أفيك أشاور يا رسول الله بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ما فيها نقاش ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجواب هو أصلا يحب عائشة ثم أراد أن يخرج يعني قالت إلى أين قال سأخير بقية نسائي بروح أسأل حفصة وأسأل سودة وزينب فقالت يا رسول الله لي إليك حاجة قال نعم قالت إذا سألتك نساؤك ماذا اختارت عائشة لا تخبرهن أني اخترتك شوف الغيرة اللي عند كل الحريم ما هو الغيرة الغيرة يا جماعة ما صبرت عليها سارة زوجة إبراهيم عليه السلام سارة يا جماعة تزوجها إبراهيم وهي من الشام شامية وثم تزوج عليها هاجر مصرية ثم ما صبرت سارة أن تشوف هاجر قدامها وهم زوجات نبي هذا أمر فطر الله عليه النساء يعني ف ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من اتخذ المنطقة هاجر المنطقة يا جماعة هو خرقة تلبسها المرأة في وسطها ويكون لها ذيل من ورائها فهي إذا مشت يمشي الذيل وراءها ويعفي أثر أقدامها فإبراهيم لأن سارة كانت كل مرة تأتي تشوف هاجر وين راحت وين جت وين قال لها البسي هذا حتى تعفي على أثرك تصير هي ما تدري وين الطريق ثم مع شدة ما وقع أخذها إبراهيم أمره الله تعالى وأخذها وضع هاجر في مكة وصار خيرا لها تناسل منها بعد ذلك ذرية إبراهيم وصاروا هم اللي يمسكون البيت الحرام ونحو ذلك فالمقصود من هذا أن عائشة طبيعية يا أخي عندها غيرة يمكن يعني هي زوجة من ضمن بضع نساء هي في نفسها أنها لو يطلق 3-4 منهن أحسن حتى بدل ما يأتيني كل 9 ليالي يأتيني كل 4 ليالي كل 5 ليالي فتقول لا تخبرهن أني اخترتك فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها طيب إن شاء الله وراح وأخبرهن لا قال لها والله لا يسألني واحدة منهن إلا أخبرتها شوفي اللي مهيب سألتني اللي لن تسألني لن أقول لها شيء يعني واحدة مثلا قال لحفصة أنت إيش تختارين قالت مثلا أختارك لن يقول لها إيه ترى عائشة اختارتني بعد لا لن يتخذ ورقة عائشة ورقة ضغط عليهن لكن لو واحدة سألته عائشة ماذا اختارت لن يكذب ويقول لا والله عائشة قالت كذا وكذا عشان ترضى عائشة قال لا تسألوني واحدة منهن إلا أخبرتها والعجيب أن كلهن لم تختر واحدة منهن أن يطلقها عليه الصلاة والسلام ولذلك يا جماعة يعني تطلب الإنسان سواء رجلا أو امرأة تطلبه دائما لأن يكون البيت ما فيه مشاكل هذا تطلب محال هذا يعني خلاف ما خلق الله تعالى عليه الناس
يا أخي إذا إبراهيم وسارة وهاجر وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقع بينهم ما يقع من مشاكل في البيوت، فما بالك بغيرهم؟ إذا كان بيت نبينا عليه الصلاة والسلام وقع فيه ما يقع من هذه المشاكل، ما دام أن المشاكل مثل ما يقال تبقى مشاكل عادية، الأمر في ذلك سهل، اليوم تصير مشكلة وبكرة تحل. ولذلك الكثيرون يا جماعة يمنعون من أن تنشر هذه المشاكل عند غيرهم. ونقل الإنسان مشاكله إلى غيره هذا يزيد في المشكلة ولا ينقصها. بمعنى الآن لو الواحد يا جماعة جلس مع زوجته مثلا 10 أيام مبسوطين، يوم من الأيام قال زوجته مثلا أعطيني شاي، قالت والله أنا تعبت اليوم من الغداء وأنت سوي نفسك شاي، إلا سوي شاي ما بسوي شاي أسوي، وطلع من البيت وجاء مثلا وجلس مع والدته قال يمه بالله يسوي لي شاي. قالت ليش اليوم ليس العادة تطلب شاي؟ قال والله اليوم أبغى أم عبد الله تسوي لي شاي، والله قاعدة تتمنن علي ومن مسويت لك شاي كني بقول لها روحي القمر سوي لي شاي. الآن أنت تركت إحسانا 10 أيام كله ثناء شاي شاي شاي، فلما وقعت مشكلة واحدة جئت ونقلتها. أنت جئت عند أمك الصفحة بيضاء لزوجتك وضعت نقطة سوداء، بعدها بأسبوعين جئت ونقلت أمرا آخر أيضا، قال شي ضايق صدر، قلت والله اليوم ولدي دخل عند الضيوف وكل جسمه وسخ ومدري إيش، وين زوجتك؟ الله يهديها لا تنظفه ولا. فتكلمت أيضا عن خطأ آخر، هي دائما صواب لكن هالمرة خطأ آخر. بمعنى يا جماعة أن غالبا يعني في غالب الأحيان الأخبار اللي تطلع في التلفزيون لا ينقلون أحيانا إلا الأخبار الغريبة، فيقول لك مثلا اليوم حصل زلزال في الصين ونزلت صاعقة في فنزويلا وصار انهيار في تايوان مثلا يعني، فتقول في نفسك يا أخي اليوم العالم كله مشاكل. لا، هم ما قالوا لك واليوم كان الجو جميل جدا في البرازيل، واليوم كان البحر هادئا في مثلا بلد الفلاني، واليوم كانت الغابات جميلة ومليانة بالطيور. لا، هم ينقلون لك المشكلة اللي حاصلة. أنت وأنت انتبه لتكن ناقلة للمشاكل أيضا كل ما جئت عند أمك ولا حتى عند صديقك، فيبدأ صديقك يكون في نفسه صورة سيئة عن زوجتك، ويبدأ يقول يمكن أنت نسيت أن هذاك اليوم ما سويت شاهي، لكن هو يذكر ويبدأ يقول لك والله يا أخي أنا ما أدري عن زوجتك صراحة، أنت أبغى أعطيك حل؟ تقول نعم. قال والله أخي أذكر أني قلت لي أنها ما تستجيب لك في طلباتك وأنها تفشلك عند ضيوفك بعيالك، تفشلك بعيالك. هو مرة واحدة طفل دخله لابس لبس وسخ. فأيضا نقل هذه المشاكل يحاول يتجنبه الإنسان إلا عند الحاجة الشديدة. ولم يذكر يا جماعة أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ينقلن المشاكل إلى أهاليهن، ولم يذكر أيضا أن أزواج هؤلاء النساء كنا ينقلن، يعني أزواج زوجات الصحابة أزواج الصحابيات كانوا ينقلون الأخبار إلى غيرهم. كلما كان الإنسان بعيدا عن نقل الأخبار السيئة والحكاية بها هذا يقوده إلى السعادة أكثر. الأسرة السعيدة يا جماعة هي التي تستطيع أن تلتزم بما ذكرنا، يقتنع دائما أنه ليس شرطا أن يكون كل ما يقع في البيت مرضيا لي 100%، أنا ممكن اليوم الغداء مرضيا لي 90%، أخلاق زوجتي مرضية لي 70%، أهلها مرضيين لي إلى 50% إلى آخر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها بغضا يؤدي إلى طلاقها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واحد قال لك والله يا أخي أنا أكره من زوجتي إنها ما تعرف تطبخ، لكن ارضى منها إن أخلاقها عالية معك. قال والله يا أخي أنا زوجتي عصبية جدا صراحة، لكن ارضى منها إنها مكرمة لأمك وخواتك وتعاملها معهم جيد. دائما انظر للكأس المملوء، لا تنظر للجزء الفارغ. أحيانا بعض الناس ربما يدخل عند آخر ويجي ويجد مثلا الطعام بأصناف الأنواع، يقول له ما شاء الله هذا من أي مطعم؟ قال لا والله هذا شغل البيت. قال ما شاء الله كم شغالة عندكم؟ قال والله ما عندنا ولا شغالة، أبشرك عندي 7 أطفال ولا في شغالة، وأم أحمد هي اللي مسوي هذا كله. فتجد هذا الزوج اللي الزائر يقول في نفسه الله يخلف على أم محمد اللي عندي، الله يعني الواحد احنا تقطعت بطوننا من كثر ما ناكل دجاج، بغينا نتحول دجاج من كثر ما ناكل دجاج من المطاعم.
نشوف هالأصناف. بالله ما عندك شغالة؟ قال أنا عندي شغالة وعندي حرمة المساك الله بالخير. الواحد الله يصبرنا. نعم لكن ربما أن زوجته تعرف تطبخ طعام لكنها ربما أسوأ الناس تعامل مع أمه وأخواته. ربما زوجته تعرف تعمل طعام صحيح لكنها أكثر النساء إهمالا لأطفالها. يمكن هو اللي يدخل يغسل الأطفال بعد البول والغائط بعد. ربما هي صحيح تعرف تطبخ طعام لكن عندها مشاكل أخرى. فأنت أيضا لما تجي تقارن زوجتك بهذه المرأة لا تنظر فقط إلى جانب واحد. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ما تعرف تطبخ رضي منها آخر. ولو تسأل تقول له لو تحقق معاه لو جدت أن يقول والله صحي طبخها زين لكن أخي ادع الله أنه يصلح أمورها بينه وبين أمي. ترى صار لها الآن 5 سنين ما تسلم على أمي وشافت أمي مرة في عرس مصادفة ومدت أمي يدها وراحت ما سلمت عليها. تقول يا أخي الله يقطع الأكل هذا كله ويبعد عنها الطبخ إذا هي بتسلم على أمي بهالطريقة. يا أخي المطاعم تقوم بالواجب، هذه ما في أحد يقوم بالواجب مع أمي إلا زوجتي. فإذا لم تقوم بالواجب ما في شيء يسد مكانها. فأنا أقصد أيضا الواحد لما يريد أن يحكم بالسعادة يا جماعة لا تقارن نفسك بغيرك. ربما أن الناس لا يظهرون لك إلا الحسنى فربما كان عندهم أشياء يكتمونها عنك. من أهم الأشياء يا جماعة في حفظ التناغم الأسري الرصيد العاطفي. إيش معنى الرصيد العاطفي؟ أنا أعطيكم مثالا. بمعنى الآن لما يصير مثلا واحد من أصحابك يوم من الأيام مرض ولدك مثلا وأنت غير موجود فاتصلوا أهلك عليه قالوا بالله الولد مريض وطاح وجاب بسرعة وشال الولد ووداه المستشفى وحاسب في المستشفى عنه فرض المستشفى مثلا بفلوس وحاسب ورجع أهل البيت وحلف ما يأخذ الفلوس منك. هو الآن وضع عندك رصيد كذا زي اللي أخذ فلوس حطها في البنك، وضع عندك رصيد، رصيد حب تشعر بنوع من الولاء له أنه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يوم ثاني حصل أيضا أمر آخر مثلا صار أي شيء في الجلسة وقام واحد وتكلم عليك قام صاحبك ودافع عنك قال لا والله لفلان مثلا والنعم وترى أنت غلطان اللي تكلمت عليه ترى، حط رصيد ثاني عندك. كلما كثر الرصيد صار صاحبك هذا لو يوم من الأيام غلط عليك ما تزعل. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي. إذا الواحد جاء بخطأ ما هو عنده عدة محاسن، هو لما يوم من الأيام زعلك أهانك في مجلس ولا تكلم عليك هو في الحقيقة مجرد أخذ من الرصيد وصرف لكن بقي عنده رصيد كثير. لكن لو أنه أصلا ما عنده رصيد عندك أساسا ولا عنده أي يعني فضائل وإحسان عمله إليك بتزعل مباشرة. تعالوا ننزل هذا على الأسرة. أنت لما يكون تعاملك مع زوجتك أو هي تعاملها معه مليء بالرصيد العاطفي مليء بأنواع الإحسان والتلطف تجد أنه إذا وقع في خطأ يوم من الأيام ثم جلست مع نفسها تقول وش يصبرني عليه، تقول لا والله الله يجزاه خير صح اليوم مثلا زعل وسوى كذا وكذا لكن والله أنه حبيب قبل أمس مثلا طلعني وتعشينا وقبل كذا لما صار زواج أختي وقف معهم وبيض وجهي قدامهم وخلاني فعلا أنبسط وأيضا جزاه الله خير يعني لما صار كذا فعل. فهي تتذكر المحاسن. ولذلك يا جماعة أحيانا سبحان الله في الإصلاح بين الناس يأتي واحد مثلا من الشباب مثلا بيطلق زوجته يجي أحيانا يشاورني أبو عبد الرحمن ما عاد أصبر عليها أنا كذا، فأبدأ في الحقيقة أذكره ببعض رصيدها العاطفي عنده. أنا ما أعرف زوجته لكني أقول له على مو مسمع أنا ما أعرف زوجتك لكن ليش بتطلقها؟ قال يا أخي صراحة تعاملها مع أمي سيء وبعدين يا أخي مهملة أغد ما في غدا ما في عشاء غيري مدري أحيانا أكاد أقبل رجلها عشان أكوي غترتي بطلع مدري وين ما البيت مهملة إلى آخره. فأبدأ أذكرها ببعض محاسنها أقول والله يا أخي ما أدري بس أنا اللي أعرف أنها يعني واقفة مع أهلك وقفة حلوة لما مرضت أختك. قال والله صح جزاها الله خير صراحة ما قصرت وكانوا مبسوطين منها. أقول لي أعرف بعد ما شاء الله أن عيالك الاثنين حفظوا القرآن بسببها. قال والله صح جزاك الله خير صح. أقول لي أعرف بعد أن أبوك يحبها كثير ودائم يقول خواتك ليتكم مثلها. قال والله صح الوالد معجب بها كثير. أقول طيب واللي أعرف بعد أنك لما أعطيتها المهر
ما صرفته كله وبوفرت 50,000 ولما تزوجت أعطتك إياها صح ولا لا؟ قال ما شاء الله عليك ما نسيتي، والله فعلا والله أني ما رجعت لها إلى الحين. واللي أعرف بعد، فسبحان الله لما أذكر بعض هذه المحاسن يقوم الرجل يقول لي والله جزاك الله، والله ذكرتني بأشياء أنا ناسيها وجزاك الله خير، ويقوم محسنا إليها. ولكن لا يذكر الإنسان الأشياء السيئة. ذكروا أن الأعمش صار بينه وبين زوجته مشكلة، يقولون والأعمش رجل كبير في السن وأعمش ما يشوف زين يعني، فنادى واحد من أصحابه يصلح بينهم، والأعمش عالم من العلماء ما هو بسهل. فجاء العالم وجلس ورجل كبير في السن كذا، فقال لزوجة الأعمش يا فلانة لا تغضبي من الشيخ، فإنه وإن كان أعمش العينين دقيق الساقين ضعيف العضدين يعني مدري إيش كذا في الأذنين ومدري كذا، وبدأ يوصف لها الرجال، فإنه رجل صالح. فالتفت إليه الأعمش وضربه برجله، قال قاتلك الله، والله لقد أخبرتها بصفات كانت غافلة عنها، إيش دخلك دقة ساقيه، إيش دراه عن السيقان إنها دقيقة ولا دقيقة، وضعف عضودي إيش دراك عن عضودي وصغر أذنيه، ما تدري عن أذاني، لقد ذكرتها بصفات هي غافلة عنها، أطلع بس فكنا مشاكلك. فالرصيد العاطفي هو أن يسجل الإنسان رصيدا عاطفيا عند امرأته بالتعامل الحسن، يعني بعض الأمور يعني التي تكون بين الزوجين من التلطفات والحركات وغير ذلك، بحيث ويدافع عنها عند أولاده يثني عليها. ولذلك يا جماعة لتسجيل الرصيد العاطفي أباحت الشريعة كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها. ترى يجوز الحرمة تكذب على زوجها لإرضائه، تقول له مثلا يعني أنت أحلى واحد في العالم، أنت مثلا يعني أوه هالطيب هذا يهب لي يزين ذوقك مثلا، أنت وتبدأ تثني عليه كثيرا لتسجل رصيدا عاطفيا حتى لو ما كانت صادقة في هذا. وكذلك الزوج يجوز له أن يفعل ذلك مع زوجته ليسجل رصيدا عاطفيا حتى ما يحدث مشكلة بينهم. ولذلك يعني أنا أذكر اتصلت إحدى الفتيات مرة تقول يا شيخ زوجي جلسنا كذا مدري والله في مطعم ولا مدري وين، توهم متزوجين ما كملوا أسبوع، فتقول فقال لي وش رايك نتصارح؟ وشلون نتصارح؟ وبدأ يقول لها يلا كم واحد أنت كان لك علاقة فيه، وكم واحد طلعتي معاه، وكم واحد مدري أعطيتي صورك، وكم واحد، طيب أنت وش يهمك؟ هالأسئلة يا أخي تصير قبل الزواج إذا أنت ناوي تسألها. ما عجبتك البنت لا تتزوجها، ليس بعد ما تزوجتها وخلاص ودخلت في العائلة تجي تقدر تحقق، بتحقق حقق قبل. فقلت له وش سويتي ايش قلتي له؟ قلت والله يا شيخ ما ادري بس حلفني بالله اني اصدق وعلمته بكل شيء، وشكلها كانت مخربتها قبل يعني كان عندها بعض الامور وكذا، تقول فالحين انا عند اهلي وبيطلقني. وقلت يا بنتي الله، قالت يعني يجوز اكذب، قلت الله اكبر ذبحك ذبحتك التقوى يعني وقفت على يجوز، ما انت مخربين مخربتها طول هالسنين وقفت على يجوز اكذب. هذا والله يا اخي ذكرني قبل كم يوم كنت في احدى الدول العربية فركبت مع سائق تاكسي، فانا عادة اذا ركبت مع هالتكاسي احب اخذ اخبار اهل الخليج، اقول لها وش اخبار الشباب الخليجيين اذا ركبوا معاك، طيبين ولا دشير ولا خربانين؟ فقال لي السائق قال والله يا اخي طب ما يعرفني يعني، قال انا مرة ركب معي شباب من احدى دول الخليج وخربانين خربانين دشير جدا، قلت كيف يعني خربانين؟ قال يوم ركبوا معي قالوا ما تعرف احد يبيع حشيش يعني مخدرات، قلت ايوه وبعدين وش سويت؟ قال والله رحت وجبت لهم حشيش. قلت ما شاء الله تلقاك زودت عليهم، قال لا استغفر الله والله اخذته بمية وبعته بمية بمية حرام ازيد عليهم. قلت شوف التناقض، والله هذا كلامه، قال 120 عشان شلون صادق، قال اشتريته ب 120 وعطيتهم 100 120 لأن حرام ازيد عليهم، لانه وكيل وليس بائع، فهم وكلوه في البيع فهو يجيب نفس السعر، متحرج الاخونا في الله. قلت الحين متحرج من 50 ولا 100 تزيدها عليهم وجايب لهم حشيش،
يا أخي سبحان الله تناقض عند بعض الناس بشكل يعني كبير. فالمقصود أن الرصيد العاطفي يكون بهذه الطريقة يعني. فقلت للبنت هذه قلت يا بنتي ليش ما كذبتي علي؟ قال أكذب استغفر الله. قلت ما أنت يا بنتي وضعك سيء وش يعني. وقفت على هذه. فواحدة أيضا اتصلت وقالت أنه مدري إيش وأنها وقال لي احلفي على المصحف. أن طبعا هذا التحقيق هذا لا يجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخون الرجل أهله. كيف يتخون أهله؟ أنه يبتغي فيهم السوء، يبدأ من كثر ما يشك في زوجته ربما تقع هي في المشكلة. وهذا يذكرني بأحد الإخوة عندنا يشتغل في مركز لهيئة الأمر المعروف نهي عن المنكر. يقول جاءني واحد من كبار رجال الأعمال وطلب مني أني أسجل قضية على بنته لأجل أنه يحقق معها وما أدري إيش. قلت طيب وش فيها البنت؟ قال البنت تعبتنا وبتفضحنا وبتجيب لنا مشاكل وكذا. أبغى تسجل. كيف أسجل عليها قضية ونرفعها للتحقيق والبنت ما قبضنا عليها ولا قبضت عليها شرطة ولا ممكن أجلس معها؟ قال يلا تبغى تجلس اجلس. يقول فجئت للبيت وجاءت البنت بعباءتها وقلت للأب أنا عشان تزول الخلوة جاي معي واحد من الأعضاء المركز عندنا بيجلس عن طرف المجلس، لكن أرجوك اطلع خلي البنت تأخذ راحتها. يقول جاءت البنت وجلست في كرسي بعيد عني وبعبايتها ومتغطية تماما وجلست. قلت يا بنتي اعتبريني يعني مثل والدك، أريدك تعطيني يعني فعلا هل أنت عندك علاقات خربانة تطلعين مع ناس؟ يقول فبكت. قالت والله يا شيخ أنا أعف النساء، لكن أبوي هذا رجل مريض من كثرة ما يشك فيني. إذا مر رأى معي التلفون قال لي تكلمين واحد ها؟ إذا مر شافني جالسة في غرفة الحالة قال لي أكيد أنها تنتظرنا ننام حتى تطلع مع تقول من كثر ما يدق على هذا الوتر قلت إيه تراي أطلع مع ناس وتراي كذا وكذا أبغى أفتك بس. فأحيانا سبحان الله من كثر ما يتخون الإنسان أهله ربما يخونه وربما يبتغي فيهم السوء، يبدأ يعني يحقق ويتلمس أشياء ويسيء الظن فيقولون نعم إساءتك الظن تراها صحيحة. ولا يعني إحسان الظن المؤدي إلى الغفلة يلعبون عليه لا، لكن لست بالخب ولا الخب يخدعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه أنا لست محتالا لكني أيضا لا أسمح للمحتال أن يلعب بعقلي. المقصود الرصيد العاطفي يا جماعة ينجيك عند المهالك. إذا سجلت رصيد عاطفي مع أبنائك مع زوجتك بالكلام الحلو واللطف الهدية المزح الرسالة اللي تكتبها مثلا إليها عبر الجوال ولا عبر غير الجوال أحيانا بخط اليد، الثناء عليها أحيانا تثني عليها ليصلها الكلام. يعني أحيانا مثلا أزور مثلا أم زوجتي وزوجتي ما هي معي، زرت مثلا مستشفى مريضة ولا زرتها في أولى كلمتها، فأتعمد أني أثني على زوجتي لأني أعلم إيش أن أمها بتوصل لها وأنها تقول والله فلان جاء ومدحك وأثنى عليك وكذا، وربما لا أكون صادقا أنا لكني لأجل أن يصل هذا الكلام إليها وتنبسط وسجل رصيد عاطفي. وهذا يا جماعة هذا الرصيد ينفع كثيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في تعامله مع الناس كلهم ليس فقط مع نسائه دائما يشبع عواطفهم بالكلام الحسن والتعامل اللطيف وغير ذلك، حتى يعني لو كما قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل سببته أو أيما رجل ضربته أيما فهي مغفرة تكون له من القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من أهم الأشياء أيضا في التعامل النظر في جميع الجهات كما ذكرنا قبل قليل، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا ينظر الواحد فقط إلى جهة واحدة من زوجتها أو من أو هي تنظر من زوجها، بل تنظر في جهات كثيرة. هذا يا جماعة كان فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت إليه امرأة تطلب الطلاق من زوجها. إيش سبب طلب الطلاق؟ هذه يا جماعة زوجها خرجت مرة إلى الطريق فرأته مقبلا مع مجموعة من الرجال وإذا هو أسوأهم منظرا، فطابت نفسها منه. يعني إيش اللي يعني جعلني أصبر على هذا الزوج وهو بهذا الشكل؟ طابت نفسها منه فرجعت البيت قالت له طلقني.
ليش أطلقك وش قالت يا أخي ما صراحة ما 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 أريدك طلقني. فأبى أن يطلقها ما في سبب ليش أطلقك أم عيالي ليش أطلقك. فمضت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب على فلان في خلق ولا دين. أنا أقول له طلقني لا تظن يا رسول الله الرجل دينه يعني سيء ما يصلي ولا يشرب خمر ولا كذا لا والله لا تسيء الظن إلا والله النعم. شوف العدل أيضا ترى يعني فيه زوج يطلق زوجته وكل واحد يقول الله يوفق الثاني ويستر عليه وناس أعوذ بالله ربما يفتري أشياء غير موجودة. المرأة الآن لسه تبغى تتطلق وتقول يا رسول الله إني لا أعيب علي في خلق ولا دين لكني أكره الكفر في الإسلام. يعني مثل ما أنا أسلمت وصرت أكره الكفر أنا أكره زوجي. شوف شدة الكره إذا وقع في القلب. يقولون فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم حاول يصلح حاول حاول إلا المرأة ما في كلام ما عاد أتحمل ما أبيه. فقال ما أصدقتها وش الصداق اللي أعطيتها؟ قال أعطيتها حديقة. والله اللي مدلعه بعد معطيها حديقة كاملة يعني بستان معطيه إياه مهر. فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ترجعين البستان اللي أعطاكي؟ قالت أرجعه. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. المرأة ما تستطيع. ولذلك سأكمل لكم القصة بعد قليل لكن بعطيكم ملمح فقهي. الإسلام جعل لإنهاء العلاقة بين الزوجين ثلاثة أبواب، باب مفتاحه بيد الرجل وباب مفتاحه بيد المرأة وباب مفتاحه بيد من؟ بيد القاضي. بيد القاضي. المفتاح الذي بيد الرجل ما هو؟ الطلاق. المفتاح الذي بيد المرأة هو الخلع. تجي تقول يا أخي أنا لا أستطيع أن أبقى معك، تفضل هذا مهرك اللي أعطيتني وطلقني. ولا يجوز مرة تفعل ذلك إلا لأسباب ترى. ما يجوز واحدة مثلا رزقها الله فلوس قامت تتزوج وتطلق على كيفها. لا، الأصل أن يكون بسبب. الثالث الذي مفتاحه بيد القاضي اسمه الفسخ، فسخ النكاح. كيف؟ لو رجل يتعاطى مخدرات وأوقع امرأته معه في المخدرات مثلا وجاء أبوها قال يا أخي أنت متعاطي وخليت بنتي تتعاطى طلق بنتي. قال ما أبغى أطلقها. قالت البنت وأنا ما أبغى أطلق. قال يا بنتي أعطاكي مهر 10,000 50,000 بدفعها ونفكك منه. قالت لا تفكني منه أنا أبغاه هذا زوجي. وهي تحت تأثير أنه معلقها مخدرات. فذهب إلى القاضي قال يا قاضي أنا أريدك تفرق بين هذه الزوجة وزوجها. قال من أنت؟ قال أنا أبوها. طيب هي ما طلبت الطلاق؟ قال صح، لأنها لا تستطيع تطلبه هي متعاطية وهو متعاطي مثلها، لكن أنا أطالب بالفسخ، يفسخ النكاح، فك بنتي من هذا العفريت الذي عندها وربما يعني يقع عليها بفاحشة ولا بغيره. هنا يحق للقاضي إذا تأكد يجيبهم يقول طلقت منك امرأتك. يقول ايش دخلك تطلقها انا زوجها. وهي تقول له ايش دخلك تطلقني ابغاها هذا زوجي. يقول خليك ساكته وانت خليك ساكت طلقت منك امرأتك. ويعطيهم صك طلاق ويفرقهم. اذا كان بقاؤهما يؤدي الى مفسدة كبيرة سواء مخدرات ولا غيره يجوز القاضي ان يفسخ النكاح. والمرأة بالمناسبة ايضا لا يجوز لها ان تتقدم بالخلع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. ما يجوز واحدة كذا زوجها مكرمها وامورهم زينة وكذا بعدين حست انها ملت من الاطفال ومن الزوج وتبغى تعيش حياتها كذا فقالت والله طلقني. انت كم عطيتني؟ عطيتني 50,000 اتفضل هذه 100,000 طق طلقني خلع. لا يجوز شرعا الا ان يكون هناك سبب. لا يجوز شرعا إلا إذا كان هناك سبب. أما العبث لأن بقاؤك زوجة ليس حقا للزوج فقط هو حق لمن أيضا؟ حق للأطفال يا أخي. إيش ذنبه تجعلينه يفرق عن أمه ولا يفرق عن أبيه؟ حرام يا أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر أن المرأة لا تستطيع البقاء معه قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة.
وطلقها. فلبثت وقتا فخطبها عبد الرحمن بن الزبير وجاء وتزوجها. فكأنها لم تجد معه من المتعة، يعني عفوا يعني في أمور الفراش وكذا، مثل مع زوجها الأول، فاشتاقت للزوج الأول، تحسفت يا ليتني جالسة مع فلان. فذهبت إلى عائشة تشتكي، جاءت إلى عائشة قالت يا عائشة إني أنا قد تزوجت فلانا وهو ما أريد أن أبقى معه وأنا مليت منه وكذا، وتصدقين إذا كذا يعني إذا غضب مني يضربني. وكشفت عن ساعدها وهي عليها خمار أخضر، وكشفت عن ساعدها وإذا في ضربة خضراء، قالت شوفي حتى يضربني شوفي هذا. فجأة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، المرأة لزمت بحجابها وجلست على جنب، فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت هذه فلانة. تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي قبل كم شهر يعني خالع عن زوجها. فقالت عائشة يا رسول الله ما أكثر ما تجد النساء الأنصار أو نساء المؤمنات، والله يا رسول الله إنها جاءتني. شوف الوصف الدقيق الآن، النساء بعضهن عادة يفزع البعض يعني. قالت يا رسول الله لقد جاءتني ولا أدري أخمارها أشد خضرة أم يدها. تقول ما أدري اللي أخضر أكثر من الثاني، الخمار ولا اليد، من كثر ما اليد خضراء. شوي إلا زوجها جاي معه اثنان من أولاده من غيرها، وعنده زوجة قبل وعنده عيال كبار، فجاي معه اثنان من أولاده ودخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدين عليه؟ قالت يا رسول الله والله إني لا أجد معه إلا مثل هذا. وأخذت خيطا من طرف ثوبها وجعلت تصف يعني وضع الرجل إنه يعني ليس يعني في أمور الفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذاني ابناك. ظنه النبي صلى الله عليه وسلم عنين، يعني رجل لا يأتي النساء وبالتالي هذا عيب، ما معها حق إنها. قال هذول عيالك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله، يكلم المرأة، قال والله إنهما لا أشبه به من الغراب بالغراب، ذول عيالي يشبهونه، غير معقول تقولين رجل ما يأتي النساء، أجل كيف حملت زوجته الأولى؟ ما هم يشبهونه، واضح أنهم عياله. فقالت عند ذلك، قال صلى الله عليه وسلم والله لا ترجعي إلى رفاعة حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أمامه حواجز للعودة إلى الأول. مسألة ما هي بلعب، أتزوج هذا وبعدين والله ما عجبني شكله طلقني، زوج الثاني والله أمور فراش مو زينة طلقني، اللي عقبه مدري إيش والله ريحته مدري طلقني، اللي عقبه مدري إيش بيته طلقني. ما هو بلعب المرأة كل يوم مع رجل، وكذلك الرجل ما يجوز يلعب بحريم الناس، الزواج له قدسيته وله قدره. ولذلك هذه المرأة رضي الله عنها الذي سبب لها الإشكال أنها لما جت تحكم على زوجها حكمت من جهة واحدة، أخلاق أخلاق زينة، دين ما شاء الله رجل مصلي وتقي، شكله ما عجبني. طيب ربما تأخذين من هو أحسن شكلا منه لكن أخلاقه سيئة، وربما له علاقات محرمة مع نساء سيئات، وربما يشرب الخمر، وربما يتعاطى مخدرات، وربما يضع لك بلا بعد في البيت وتصير مخدرات مثله. ولذلك انظر دائما في جميع الاتجاهات، إن كره ما أجمل الحديث، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا يا جماعة في غاية العدل، حتى في الإصلاح بين الناس. صاحب النظرة الأحادية هو الذي ينظر إلى شيء واحد فقط، ينظر إلى جهة واحدة فقط، ينظر إلى جهة الجمال وينسى غيره، ينظر إلى جهة الدين وينسى غيره، ينظر إلى الأخلاق وينسى غيرها. ممكن يقول لك يعني بعضهم يقول لي، يقول والله يا شيخ زوجتي ما شاء الله أخلاقها عالية جدا، أمي تحبهم، بس يا شيخ ما تصلي، والله تعبت ما تصلي يا شيخ، وإني لطيفة وتعاملها زين، وإذا نصحت تقول إن شاء الله، بس ما تصلي أبدا. فالأصل أن لا ينظر الإنسان النظرة أحادية، جمال ولا أخلاق ولا حتى الدين. ممكن تكون المرأة حافظة القرآن وحافظة البخاري ومسلم بعد، لكن أخلاقها سيئة ولا تعاملها سيء، هذه ما طبقت القرآن الذي تحفظه. طيب من أهم الأشياء يا جماعة عدم التدقيق في كل خطأ، تعلم كيف تقفز، يعني تمشي الأمور. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي،
أنت مش شرط أنه يصير الواحد يدقق على زوجته أو هي تدقق على زوجها على كل شيء، مشي نفسك. مثل المدرس اللي تجد أنه قاعد يكتب على السبورة واثنين من الطلبة قالوا تعليق وضحكوا مع بعض، لا تحرج نفسك وتلتفت، من اللي تكلم؟ اعترف أحسن لك، سو نفسك خلاص ما دريته ومشيها. لا تدقق على كل هذا. أنا أذكر مرة أشرح لطلابي في الجامعة وتكلمت عن سجود السهو في مادة فقه، بعدين قلت لهم إذا الإمام يا شباب قام إلى ركعة خامسة في صلاة الظهر ينبهه المأمومون بعدين يسجد السهو، طيب إذا قام ركعة سادسة أو سابعة؟ فأحد من الطلبة قال شكله محبب، يعني ماكله حبوب كبتاجون، قصده ينكت يعني، شكله يحبب. أنا ماني لن أعمل مشكلة عشان إيش قصدك يا ولد إيش الكلام هذا وإحنا في ضحكت، قلت والله إنك صادق بعضهم مضيع وكملت. تعلم كيف تقفز، لا تقول له احترم نفسك، إيش اللي إيش اللي جاب مخدرات وإحنا في درس علمي وتعليم جامعي يا ولد، يا ما تعمل الموضوع كذا سهل، اقفز. وكذلك يا جماعة في التعامل مع الزوجة مع الأبناء، مع لا تدقق على كل شيء. مريت في منديل طايح، في مدري إيش، في الأكل ما بعد غطوه، في ليس كل شيء تدقق عليه فيمل منك الطرف الآخر. وكذلك الزوجة، أحيانا والله بعض الزوجات تطلع مع زوجها بيتغدون برا، يمكن هذا يقع البعض من يسمعوني، بعدين يقول له وش رايك نروح المطعم كذا، قالت لا والله هذا مو بزين، كراسية مو بزينة، نروح المطعم الثاني. المطعم الثاني الحساب بيطلع 1200-1300، فيقول لها لا هذاك صراحة أنا ما أكله ما يعجبني. قالت ليش ما يعجبك؟ عشان غالي، عشان غالي يعني. قال لا والله بس أنا قصتي طيب وش رايك. ثم يأخذون لفة لمدة ساعة يرجعون ما تغدوا. طيب سيبك من النساء، من اللي منكم يا رجال قد صار لك كذا؟ أنا قد صار لي والله، ورجعنا ما تغدينا، وبعدين عقب صلاة العصر راح ولدي وجاب من مطعم الشواية جنبنا رز بخاري ودجاجة، وقلت كلوها، فوتوا على نفسكم كان تحكم وبعدها فلافل عشان يملون البطن. فتعلم كيف تقفز، لا تدقق على كل شيء، يعني الأمور لا يعني لابد أن يشعر الإنسان حين أنه ليس غبيا لكن يتغابى، يسوي نفسه ما درى ما انتبه ما سمع. يعني حتى أحيانا ممكن تقول لزوجتك مثلا أنت على الكمبيوتر بالله يسوي لي شاي، قالت والله أنت تعبانة طيب بخلص. يا بنت الناس قومي يسوي لي شاي إن شاء الله زين، يا بنت الناس قومي يعطيني شاي. فهي قايمة قالت أوف، لا تدقق، لا تقول تعالي وش أوف هذه، يعني وش قصدك في أوف؟ مو في ناس سوون كذا ويسوي لها مشكلة عشان الأوف؟ والله إن أحيانا بعض قضايا الزواج لما يسأل الزوج ليش طلقت يخجل يقول السبب، يستحي يقول والله يا شيخ إني أستحي أقول لك السبب، يا فلان والله أستحي، تكفى يا شيخ أستحي أقول لك السبب. وإذا السبب تافه جدا ويعلم أنه لا يليق أن يكون سببا للطلاق، يدمر أسرته عشان قوم يجيب شاهي، ما جبت شاهي فلان، غيري المحطة ماني مغيرتها، اللي غيري القناة وطالك. وهذه القضية يعني. لذلك المرأة الجبارة هي التي تستطيع أن تحكم زوجها لا بقوة جسدها لكن بقوة ذكائها وعاطفتها، ما ودي أقول كيدها، زين، بقوة ذكائها وعاطفتها، زين. يعني أنا أتكلم عن الرجال، مشاعري كرجل يعني. احيانا اذا مثلا طلبت الزوجه شيئا، مثلا ابغى توصلني ولا تودينا ولا تجيب كذا ولا تصلح كذا، بعدين قلت لا ماني بجايب، قالت تكفى الله يخليك ترى والله يا بنت الناس ازعجتيني، ماني بجايب انا مشغول وجاي تعبان، قالت خلاص اللي تشوف وجلست. اذا جلست انت ايش اللي يجيك شعور في داخلك؟ ما اسال الحريم، انا اسال الرجال يا كذا، أنا أقول في داخلك مو في داخلك، في داخلك. الله يا الله لا يسلطنا ولا يسلط علينا. وش اللي يجيك شعور؟ تحس بالذنب وتتحسف وتلقاك تقعد شوي تقول يا الله تعالي. لكن لو أنها قالت أنت دائما تودينا ولا تجيبنا ولا الشرع اللي جالسة معك ولا لل، كلما زادت صراخا ستزداد أنت إذا كنت رجل تزداد إصرارا على موقفك، صح؟ لكن لو هي تستعمل القوة اللي الله عطاها،
ترى المرأة ما القوة حقتها ما هي في الجسد وكثر الصراخ، القوة في عاطفتها تقتل بها الرجل. يقول الحجاج بن يوسف، حجاج بن يوسف اللي لاعب برقاب الرجال اللي يقتل الرجل مثل ما يطأ ربما على 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 حشرة، ما يهمه أطلق شنب. قيل للحجاج بن يوسف: هل أذلك أحد؟ قد يوم كذا تحس بذلة؟ فقال الحجاج: والله ما أذلني إلا نسائي، والله إني لأقبل قدم إحداهن. شوف كيف تجيبه على خشمه، جد والله، لكن بعاطفتها مو بقوتها، بعاطفتها. فالمرأة إذا استطاعت أن تستخدم سلاح العاطفة، ترى حتى مع الأبناء، حتى مع الأبناء، يا ولدي يا حبيبي يا وليدي الله يخليك، أنا أم، يموت الولد وش تبغين بس يمه، خلاص اللي تبغينه. لكن إذا بدأت تهدد، التهديد مو بشغلك أنت، شغل أبوه، ما هو لم يخلقك الله لهذا الأسلوب، أنت خلقك لأسلوب آخر، ولذلك خلقها الله من عند القلب، من ضلع آدم، لأجل أن تكون تستعمل، يعني لأجل علم ربنا جل وعلا أنها تؤثر مثل هذه الأساليب. طبعا لا تحدث ولا تحدثي بكل الأخبار السارة في بيتكم، لا تحدث ولا تحدثي بكل الأخبار السارة في بيتكم. وأنا أعلم أنه تقع أحيانا حوادث لبعض الناس سبب الحسد الذي يصيبهم. يعقوب عليه السلام أولاده كانوا 11 وأشكالهم حسنة، فلما أراد يرسلهم إلى مصر وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. أنت الآن لو جالس في زواج مثلا، عرس أو في مجلس عام أو كذا، ودخل مثلا 4 كلهم وراء بعض، كلهم مثلا أشكالهم حسنة ويعني ورائحتهم طيبة وأمامهم والدهم، وواضح أن هؤلاء 4 كلهم أبناؤه، العين أسرع إليهم من أن يدخل كل واحد الحالة، لأن كذا يجذبون النظر، أوف كل ذول أخوان. أو مثلا دخلت واحدة عرس، امرأة كبيرة في السن وراها مثلا 5 بنات، وكل واحدة أجمل من الثانية، وكل واحدة متزوجة، خطبت من يوم أنها صغيرة على طول وتزوجت. فتجد أن النساء تقول: كل ذول بناتها قالت كلهن معرسات، وهذه ما أخذها فلان اللي كذا، وهذه ما أخذها فلان اللي كذا، وهذه عاد يشتغل هنا وكالات الأنباء، طيب هذه من اللي ما أخذها، طيب وش قالوا عنه؟ لكن لو دخلت كل واحدة اللي وحدها ما التفت إليهم. لذلك يعقوب يقول: لا تدخلوا من باب واحد، أنا خاف عليكم يا عيالي، وادخلوا من أبواب متفرقة، بعدين التقوا في مكان معين، لكن حتى ما تجذبون النظر وتصابون بعين. أنت أيضا وأنت تعود أن لا تتحدث بكل نعمة تصيبك، يعني أحيانا مثلا ربما تعزم ناس وطعام جيد ومرتب وكذا، وزوجتك اللي شغال عليه ويمكن بعد بدون خادمة في البيت، قال واحد: لا تقول لي إن هذا كله في البيت. تقول: يا رجال في أحد يطبخ في البيت الحين؟ أكل بس الله يوفقك، أكل. أنت الحقيقة في البيت، لكن لا تريد الرجل أن يقول: أوف كل هذا في البيت، يا أخي وش حرمتك ذي، هذه أنا 20 خادمة، ذي 20 طباخة. لا تحدث بالنعمة إلا لمن يفرح بها. تقول: يمها بشرك هذا كله من أم فلان هي اللي طاب، ولا يبها بشرك، تعلم أنه يفرح بذلك ولا يصيبك، لكن من تعلم أنه منافس لا تحدث بالنعمة. وحاول أنك يعني لا تكذب، لكن تتلف الموضوع. يعني لا تقارن ولا تقارني، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل عندما قلنا انظر في جميع الجهات. لا تكثر التشكي فيملك الناس، كل ما جلست مع أصحابك بدأت تتشكى، حصل كذا وقلنا كذا وعدل كذا وفعلنا كذا. لا تكثر التشكي فيملك الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أنا أشعرني بأهميتي هذا يا جماعة في التعامل بين الزوج وزوجته، يعني من غير الأدب أن الزوج يجلس مع زوجته ويثني على امرأة أخرى حتى لو كانت أخته، حتى لو أختك وانت جالس مع زوجك تقول مثلا: والله أختي اليوم شفتيها في العشاء، والله إنها شكلها حلوة، وبعدين ما شاء الله مشيتها كذا، وشفتي لبسها. المرأة لا ترضى بذلك،
لأنك تشعرها أن هذيك أهم منك وأنها أجمل منك. بلاش يا أخي تفصلها التفصيلات. وكذلك المرأة، إذا تجد أنك لما تبدأ تصف أختك إيش تقول لك زوجتك؟ يعني أنا ماني بحلو، أنا ما عجبتك، أنا وش دخل، أنا قلت أنك ما عجبتك، أنا أتكلم عن أختي. أو مثلا ربما لو مدحت هي رجلا آخر، لا يليق أبدا. أشعري زوجك بأهمية أنك أحسن واحد وأنك أهم واحد وأنك ألطف واحد وأني ما أفكر في غيرك، حتى يعني تستقر الحياة بينكما. افتح كل يوم صفحة جديدة، انسى الماضي. لا يقول زوجته أنت قبل أمس سويت كذا وبعد. طبعا أنا أذكر لكم يا جماعة مبادئ تؤدي للسعادة الزوجية والتناغم الأسري، لكن بصرف النظر أنا أطبقها ولا ما أطبقها، حتى الواحد بعد ما يكون يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، يعني يبقى الواحد أحيانا يتمنى أنه ينضبط بهالضوابط. لكن قدر المستطاع لا تعدد الأخطاء السابقة، قدر، خاصة إذا كانت انتهت واعتذرت البعض خلاص، لا تبدأ تنبش الماضي. هذه إذا بقي وقت نقول لكم القصة. الموافقة ما بين أو الموازنة ما بين الأهل وما بين الزوج، هذا من أهم المهمات. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طلب من ابنه عبد الله أن يطلق امرأته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها. فجاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد مات عام 256 للهجرة، يعني بينه وبين عمر يمكن 200 سنة أو 200 وشوي بعد 240. فقال يا أحمد بن حنبل إن لي زوجة وإن أبي يطلقني بطلاقها. فقال له أحمد بن حنبل كيف تجد امرأتك؟ قال خير امرأة، والله امرتي والنعم. فقال له أحمد بن حنبل لا تطلقها. فقال إن عمر، يقول له الشاب، قال طيب عمر طلب من ابنه عبد الله يطلق امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلقها، ليش أنا لما يطلب أبوي مني أطلق امرأتي تقول لي لا تطلقها؟ فقال له أحمد بن حنبل إذا صار أبوك مثل عمر طلقها. يعني عمر لما يقول لولده طلق زوجتك لن يقول له بناء على أن والله شكلها ما عجبه، في أسباب عند عمر، عمر هو عمر، لكن أبوك ما ندري عنه، نقدر نلعب بنات الناس عشان أبيك. فكذلك يا جماعة الموازنة بين الأهل وبين الزوج، يعني قدر المستطاع حتى لو أدى للكذب للإصلاح بين الناس، حتى لو أدى للكذب للإصلاح بين الناس. أن تكذبي على أمك، يوم ذاك اليوم أنا تعبانة ولا قدرت أجي وكذا، مع أن زوجك هو اللي منعك تحضرين عند أمك، لكن المقصود أن يعني أن تصلحي بقدر المستطاع. مثل ما قال الإمام أحمد، قال له أطع، لما قال واحد إن أبي تزوج امرأة أخرى وإن أمي تأمرني بعدم السلام عليها، عليها على أبي، وأبي يقول لي تعال سلم علي، وش أسوي؟ فقال له أطع أباك ولا تعصي أمك. أبوه تزوج واحدة ثانية وجالس عندها، فأبوه يقول له تعالي ولا تسلم علي، أمه تقول له لا تروح لأبوك ولا تسلم عليه، فيقول أنا من أطيع، أجلس عند أمي ولا أسلم على أبي ولا أروح أسلم على أبي؟ كل واحد يأمرني بما يخالف الثاني. فقال له أطع أباك ولا تعصي أمك. كيف؟ ما أنا إذا أطعت أبي وسلمت عليه معناه عصيت أمي. كيف يقدر يوفق؟ يوفق أنه يعمل تورية، يقول لهم ها أنت سلمت على 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 أبيك صح؟ سلمت؟ يقول يمه ما سلمت عليه، ويقصد ما سلمت عليه الآن، إنما سلمت عليه قبل ساعة مثلا، بحيث أنه يستطيع أن يجمع بينهما. سيد قومه المتغابي، هذا ذكرته قبل قليل، اللي يعني يتغاضى عن الأشياء. كن مسرفا في المديح، هذا اللي سميناه قبل قليل الرصيد العاطفي. إذا وضع الطعام قال ما شاء الله، الله يعافيك، وش هالأكل الزين، وش الكذا. إن دخل الغرفة النوم مثلا ولقى مغير المفرش قال ما شاء الله، الله يعطيك العافية فلان. كن مسرفا في المديح. إن دخلت الغرفة لقيت مكنسة ما شاء الله تسلم يدك. دخلت الحمام لقيت مثلا كذا منظم ما شاء الله عليك يا فلانة. يا جاك ولدك وسلم عليك ومتعطر، يا زين ريحتك ويا زين ريحة الأم اللي جابتك، ألهك عليها بهالكلام، عطها من الكلام بلاش. أسرف في المديح، وأنت أسرفي في المديح، حتى يكون في رصيد عاطفي قدر المستطاع. كن جميلا ترى الوجه جميلا، يعني اهتم بمظهرك، اهتم بمظهرك. من أكثر ما يؤلمني واحد من الشباب يقول يا شيخ والله العظيم إنها عقب العصر إنها تضحك وإنك تشوف بقدونس بين أسنانها، يتكلم عن زوجته مع الأسف،
قلت بقدونس؟ قال لا، وأبشرك بعد بشيء. قلت نعم. قال البقدونس من غدا أمس، لأن احنا اليوم ما كلنا شيء في بقدونس. يقول أمس متغدين في مطعم وحاطين تبولة وكلت بقدونس، والبقدونس من أمس. الله لا يبلانا. وقد يكون الزوج أحيانا مثل كذا، يعني بعضهم تدخل إلى حمامه لا تجد مضمضة شاريها من الصيدلية مثلا، ولا فرشاة أسنان تلقاها فرشاة أسنانه ضايعة، وين فرشاتي؟ لأن من شهر ما استعملها. وما تجد عنده عطورات اللي يمكن عطر واحد وشاريه من أبو خمسة عند المسجد أحيانا. ولا جد ثم يقول يا أخي أنا أحس مرتي إذا قربت منها تبعد عني. أكيد، وش تبغى فيك؟ تقرب منك وش تبغى فيك؟ الله يستر عليك ويحفظك، وش تبغى فيك؟ وكذلك هي، ماذا يريد منك أن يقترب منك؟ اهتمام الرجل واهتمام. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قيل لعائشة ما أول شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ إيش قالت؟ كان يبدأ بالسواك، يبدأ ينظف أسنانه، ينظف رائحة فمه. تقول وكان عليه الصلاة والسلام يستاك ويقول أع 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 أع، يعني من كثر ما ينظف لسانه بالسواك يصل السواك إلى أقصى الحلق فيقول أع أع بهالطريقة، يقول أع أع في البخاري. دليل أن عليه الصلاة والسلام ليس فقط ينظف أسنانه بل حتى اللسان، الطبقة اللي عليه أحيانا تحتاج إلى تنظيف حتى يكون الرائحة أطيب، ينظف حتى لسانه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وكان يحب الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب. والنساء دائم متعطر عليه الصلاة والسلام، ليش ما نسوي كذا؟ كن معك في السيارة طيب، تنزل لبيتك حط لك شوية طيب وتخلي شمور ريحة زينة يا أخي. بتطلع من غرفتك العيال تطيب، بتجلس مع أحد تطيب، كن تعرف بريح الطيب إذا أقبلت. والأطياب يعني بعضها سعره يعني رخيص جدا وريحته طيبة، يعني ليست سيئة على الأقل، وبالتالي يستطيع. المسألة اهتمام. يعني شوف أحيانا بعض الناس ربما، يعني بعض النساء ربما تلبس ولدها بدلة شريتها ب700 ريال وتكون يعني قبيحة عليه، بينما امرأة أخرى ملبسه ولدها شيء لا يتجاوز سعره 20 ريال والولد أجمل لأنها مرتبته ومصلحته وطالع قمر، وهذاك لا معفس. فالمسألة ما هي بترى بالغلاء والرخص، المسألة بالعناية، عناية الواحد بسنن الفطرة كلها، يعني إزالة ما ينبغي إزالته من شعر في الجسم، وعناية بالأظافر وسنن الفطرة، يعني قص الأظافر وقص الشارب، والعناية بالإنسان، يعني أن يعتني بنفسه، يعتني برائحته، يعتني بمظهره تماما. هذا يا جماعة مما يحبب كل واحد منهما إلى الآخر فعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على الطيب وبين أنه لا يجوز المرأة أن تتطيب إذا كانت خارجة ويشم الرجال الأجانب رائحتها، لأن الرائحة الطيبة نوع من الاستمتاع، فهي ليست إلا للزوج، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطيب لغيره. إذا رضي من في السماء فيحبه الأعداء قبل الأصدقاء. قرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وحسن علاقتك بالله ودعائك، يا أخي من دعاء الصالحين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إمام، هب لنا من أزواجنا، تصير تقر عيني بزوجتي. فحرص الإنسان على هذا في غاية الأهمية. كذلك لا يحدث الإنسان بأسراره مع امرأته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحدثن أحدكم بما يكون بينه وبين امرأته لعل بعضكم يفعلون. قالت امرأة يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، ما يجوز. فقال إن مثل ذلك مثل حمار لقي حمارة في الطريق فيعني وطئها والناس ينظرون. انتبهي وانتبه، الأمور الخاصة في الفراش لا يجوز الواحد يتكلم بها، عيب. واحد رجل وجالس مع أصحابه يصف لهم كيف يفعل مع امرأته، أو هي تصف لهن كيف تفعل مع زوجها، هذا عيب ما يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام هذا مثله كمثل الحمار والحمارة، الحيوانات اللي ما يهمه الناس ينظرون إليه، هذه يعني تعتبر أسرار. أيضا الكثرة الإخبار بأحداث البيت حتى يكون البيت، يعني مرة واحد من الشباب رأى رؤيا أن بيته زجاج وسأل معبرا فقال أنت متزوج إذاعة متنقلة، أنت زوجتك تراها كل
كل أخبار بيتك تطلع، إيش تغديت وإيش تعشيت وكم عدد مدري إيش و... فلما سأل وإذا فعلا زوجتك كل ما جلست تعطي بكل، فالإنسان أيضا يبتعد يحفظ يحفظ أسراره. البعد عن المظاهر والكماليات، عدم يعني التدقيق في هذا، يعني شنطتي وش نوعها، أنا ما أدري وش سيارته وش نوعها، يعني الحرص على المخبر أحسن من التدقيق في غيره. طيب أنا ودي بس أتجاوز الأشياء اللي إحنا كثرها قلناه. إيه طبعا المشاكل نحن نحدثها أحيانا بتصرفاتنا، وهذا تكلمت قبل قليل بالإشارة إليه، يعني إما الواحد ما عنده رصيد عاطفي ولا سريع الغضب أو كذا فيحدث المشكلة. إذا وقعت في مشكلة فكر في مفاتيحها لا في قضبانها. يعني وقعت في مشكلة، إن زوجتك إن زوجك مثلا غضب وضربك صارت مشكلة، لا تفكرين في القضبان إني بعلم أهلي أبعلم إخواني، لا فكري في المفاتيح كيف أحل المشكلة. لا تفكرين كيف أثبت أنه طقني، كيف أثبت لهم أنك كذا، أبا أسجل عليه أبا أصوره لا لا لا، فكري في الحل، لا ليكون هذا ليتكون نيتك صالحة. يعني أيضا كون البيت يا جماعة بيتا شرعيا لا تدخله الشياطين، تكون فيه الملائكة، البيت ما فيه تماثيل مثلا، البيت ما تسمع المعازف من أوله وآخره، تسمع قرآن تسمع خير، كلما كان البيت فيه يعني صلاة فيه استغفار، إذا تيسر تقرأ سورة البقرة يوميا، لا تدخل البيت لا تدخل البقرة لا تدخل الشياطين بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. الانتباه إلى معاصي السر، يصبح الإنسان ربما يقع في أمور تتعلق بالإنترنت وغيره، ثم يقول يا أخي بيني وبين زوجتي مشاكل، طبيعي يا أخي أنت تقع في معاصي تجعل البركة تنزع من هذا البيت. تهيئة البيت لدخول الملائكة كما ذكرت بالصلاة هو. طيب أنا ودي بس نعجل شوي عليكم. هذه كلها تفاصيل ربما الوقت ضاق عنها. اللهم صل على محمد، استغفر الله استغفر الله. الصبر على الطبائع المتأصلة، أحيانا يكون زوجك خلاص غضب، حاولت تعدلين ما في، خلاص اصبري، إذا غضب أهدئيه. لا تبادر في حل الخلاف وقت الغضب، غضبان تقول له خلاص أنا بقول، اهدئي ولا اهدأ أنت لين، حتى مع أولادكم يعني سجل العلاج الذي تراه وأنت غضبان، بطلق وبعدها شوف شوف فكر أنا بطلق فعلا ولا لا. لا تهتم بصغائر الأمور، ليس كل شيء تسوي من مشكلة، مثل ما قلنا لكن سيدة قومي المتغابي، تكلمنا عن القفز، تعلم كيف تقفز، تقدير حجم الخطأ وعدم تضخيمه. يعني امرأة غضبت وجنب من شدة الغضب مسكت لها مخده وطقت زوجها أحذفتها عليه مثلا، لا تكبرها وإني أنا انهنت وحطت وجهي في الأرض، حاتي يا حر ما طقت زوجها وش المشكلة يعني عادي، لا والله جد يعني ليس وما منا إلا ضرب في الغالب. من منكم بالله يعني من منكم متزوج من 20 سنة فأكثر؟ ما فيكم أحد، كلكم شكلكم مطلقين. أنا متزوج من 20 سنة فأكثر، ها من بس الثلاثة أربعة. طيب من منكم متزوج من 10 سنين فأكثر؟ ها خلنا نشوف الرجال. طيب من منكم قد صار كذا طقته؟ لا ما هو طقه كذا كفختك قاخ طاخ طاخ بركبه وكذا وبقص خشمك، لا لا لا، ما خدك كذا جتك في الوجه يعني او نحو ذلك، عاد الواحد ما وده يفصل. ها مره واحده لا ما اقصد اللي تكسرت اسنانك، اقصد المرات العاديه. المقصود ان يعني عدم تكبير الخطا، لا تسوي منه قضيه وقبه وكذا. يقولون علي رضي الله تعالى عنه في احدى المعارك، اقبلت امراه اقبل فارس ملثم وضربه في كتفه بالسيف، فالتفت اليه ولحقه والدم يسيل، فذلك الفارس مع الركض رمى السيف وولول صاح، فنظر وإذا هو امرأة فتركه ومضى.
قال ما يليق اني قاعد اطق حرمه بالسيف، ومضى. فالانسان يعني الاصل ان يضبط اعصابه، يضبط اعصابه، ضربتك بملعقه، ضربتك بوساده، والله جد بنعله، بس نعله واحد من البزران، ما هو بتجيب زبريه هالكبر ومن عاد تفك راسك نعله، يعني تصير يعني احسن شوي، يعني تضبط نفسك لك رجال، وبعدين كفخها اذا هدا الوضع. طيب اخيرا، ليس مهما ان تنجح دائما، يعني احيانا وقوع الانسان في الطلاق انا لا اعتبره فشل، ربما هو الحل الوحيد لحل المشكله، لكن ليس الاصل هو الطلاق، الاصل حل المشاكل، لان ما في واحد يتزوج بين ليله وضحاها، غالبا يصير مفكر ومستخير وكذا. فوقوع في الطلاق دليل كل افكاره السابقه كانت خطا اللي بنى عليه هذا الزواج. طيب ماذا استفدنا؟ انا بحط قدامكم الشرايح كلها، ودي كل واحد يقول لي وش الشيء اللي فعلا يحس انه يعني انا ابغى اجيبها كلها، بس شكلها سم. ابشر ابشر ابشر، تشوفونها تقريبا. ها، كل واحد ابيه يقول لي وش النقطة اللي يحس انها اثرت فيه. تشوفون ولا كبر شوية؟ اللي عندي شيبان الظاهر، يلا العيون، العيون دمار. ها ها ها، هذا لو واحد العميان شاف. ها شفت، والله شكل جاي طقتن على عينك انت. اوه ليزر. طيب ها ها، احسن تعلم كيف تقفز، هذه مهمة جدا، يعني لا تدقق على كل شيء. ها احسنت، لا تحل المشاكل وقت الغضب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا غضب احدكم فليسكت. لا تقارن، لا تقارن زوجتك بغيرها وتبدا تقول زوجة فلان سوت كذا، فتقول لك ايه لكن زوجة فلان تراها تسوي كذا بعد، احمد ربك اني ماني بزيها، حتى ما تفتح لنفسك باب. ها التغاضي، احسنت، التغاضي هو يعني عدم التدقيق على الامور. ها الرصيد العاطفي، احسنت، انه ينفعك بعدين. ها ممنوع دخول الشياطين، احسنت، كثره الذكر، كثره الاستغفار، الصلاه الضحى في البيت وغيره، هذا باذن الله يطرد الشياطين. ها زوجي ام اهلي، انت وش رايك، زوجي زوجتك ام اهلك؟ ها ما بعد تزوجت، اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم. ها يا ولدي سم، ها يا بنتي، يلا ابشري يا بنتي زين. اخيرا، هل انت جاد في التغيير؟ قولوا نعم. اذا كن بطلا وابدا الان. اسال الله ان ينفع بنا بكم ويثبتنا واياكم، يجزيكم خير. طيب الاصل انكم تقومون الى البوفيه، لكني انا شكلنا بنجمع البوفيه والصلاه وكلش مره واحده يعني. وبالنسبة لي احنا يعني تقديم الصلاة شرع لنا، فبالنسبة لي انتهينا يعني. فمن اذا احد عنده سؤال او اضافة، او الدكتور فؤاد ايضا شيخ الجميع، ايش تبغون تسأل؟ اذا في مايك، شوف على ما يوصلك تبغى نقرأ السؤال. سم، سم عبد الله، التنويه، ايه الاخوة يقولون ان هالبرنامج سيستمر يومي الثلاثاء والاربعاء بمقر مركز الاستشارات العائلية، يعني ما هو بهنا، في المركز نفسه، وين عاد الدكتور فؤاد بيخبركم، يوم الثلاثاء، او ايش رايك تعلم بصفة انك رئيس المركز؟ الدكتور فؤاد صديقنا من سنوات، تعال دكتور لو توقف هنا حتى يراك الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.
أولا نشكر الشيخ محمد أبو عبد الرحمن على هذه الأطروحة، ونشكر حضوركم الذي شرفته وسعدنا بهذا الحضور الرائع. بإذن الله تعالى يوم الغد عندنا إكمال لبرنامج التناغم الأسري في مهارات الحوار الأسري، وسوف أقدم هذه المهارة بإذن الله تعالى نفس الموعد من 5:30 إلى 9:00 في مقر المركز، مركز الاستشارات العائلية بالقرب من دوار الرياضة عند أيضا مستشفى حمد، فحياكم الله في الغد. الساعة كم يا دكتور؟ الساعة 5:30. وأيضا يوم الأربعاء أيضا دورة أخرى للأستاذة جواهر المانع، وإن شاء الله نفس الوقت في نفس المقر، وكلنا أسرة أو أصدقاء في عائلة واحدة تقريبا هذا العنوان. إن شاء الله إضافة بسيطة شيخ بحول ماذا يمكن أن نضيف في الرصيد العاطفي، وهناك مشكلة كبيرة جدا في قضية نكران الجميل. معلومة، أحد الدراسات البريطانية تقول أن المرأة في حالة الانفعال الغضب لا تتذكر إلا السلبيات، وهذه حتى بخصوص المرأة، لربما الرجال يلاحظون هذه في قضية التماسك الأسري. في حالة حدوث مشكلة معينة مع الزوجة لا تحاول أن تتصيد نكران المعروف الذي قدمته لك طوال حياتها، بل ينبغي علي أن أتجاوز هذه. إذا قالت لك عمرك ما عملت لي شيء، فحاول أنك تتغاضى وتتغافل مثل ما ذكر الشيخ. والأمر الآخر، معلومة جميلة جدا، يقولون أن للمرأة جهازين نطق وذاكرة واحدة، بينما الرجل لديه جهاز نطق واحد وذاكرة واحدة فقط. فإذا حدثت مشكلة بينهما وحدث انفعال، يكون هناك جهاز النطق يضغط على الذاكرة فتنسى. فلذلك شهادة المرأة تعدل الرجل شهادة امرأتين. فأحببت أن أضيف هذه المعلومة. وأختم بس بما ذكر الشيخ في قضية الفسخ. وقفت على مشكلة في زوجين مدمنا مخدرات، الزوج والزوجة، ولديهم أكثر من 10 أبناء، لديهم أكثر من 10 أبناء. والله أتاني أحد مدراء الجمعيات عندنا في المملكة وقال أن المدمن أو المروج تزوج ابنتهم صاحبة العمر 14 سنة أعطوها إياه. فلذلك أراد هذا الأخ الذي زارنا في المركز، مركز التنمية الأسرية بالإحساء، وقال لابد أن يتفرق ويفسخ بينهم القاضي، إلى أن دخلنا في الموضوع ووجه خطاب إلى الأمير بحيث أن تتدخل السلطة في فسخ هذه العائلة أو هذين الزوجين من بعض، حتى لا تنتقل المشكلة إلى الأولاد الذين فعلا بدأوا يعني يتشتتون، وبدأت هذه الأسرة تفكك فأدخل السجن هذا الأب، والزوجة كذلك كانت تخرج وتعود مرة أخرى حتى تختلط أو تحافظ على تربية أبنائها. أخذنا من وقتكم ونشكر الشيخ، وإذا كان أحد عنده مداخلة أو إضافة. طيب تبون أقرأ أنا سؤالين بس لين يوصل الميكروفون للأخوة؟ إن شئت نكتفي بسؤالين للرجال سؤالين للأخوات عشان بس ما نطول عليكم. هذا أخي يقول يا شيخ أنا سمعتك في برنامج تلفزيوني، سألتك أخت عن أن زوجها تزوج بزوجة ثانية من غير علمها، وأن ذلك مضى عليه سنوات، فنصحتها أنت أنها تسكت وتسوي نفسها ما درت ما دام حياتها معها ماشية، وأليس الأولى مع الزوجة أن يصدق مع أهل بيته؟ يمكن أخت اللي كاتبتها أنا ما أدري. وهل يجوز له أن يتعرف على البنات والغاية تبرر الوسيلة إلى آخره؟ أنا أسألكم سؤال، لو أنك أنت في برنامج بلاش برنامج تلفزيوني، جاء واحد وسألك أختك قالت لك يا فلان أنا زوجي أنا مبسوطة معاه وعايشة حياتي وقايم بحقوقنا، لكن اكتشفت أن عنده زوجة أخرى متزوجها من كذا سنة ولا خبرنا، ويروح لها كذا مرة مثلا ليل، ولا يروح لها نهار، ولا يروح، لكن أموره معنا ماشية، هل ستقول لأختك لا تسكتين افضحيه واطلبي الطلاق؟ إيش بتقول لها؟ أعطوني الجواب الصحيح. ها، ما دام إنه الرجل ساكت وقايم بالموضوع أحسن ما يجيك ويقول هذه زوجتي وكانت ما خبرت أحد والحين طلعتها، وش بتسوين؟ يلا هو أنت عندك 7 أطفال 8 أطفال تفضلي، وعمرك ربما 45 سنة، تقول لي طلقني؟ خلونا واقعيين.
فأنا أقصد الأخوات لا تصير واحدة عاطفية وتقول يصدق مع أهل بيته، جعله ما يصدق. إذا كان صدقه بيجيب لك مشاكل لا يصدق يا أخي. يعني أحيانا يسألوني بعض الشباب يحتاج إلى الزواج أخرى لأي سبب من الأسباب، أسباب عائلية أو أمور في الفراش بينه وبين زوجته، يقولوا أدري يا شيخ لو تزوجت وأم فلان تدري بتطلب الطلاق وبيصير مشاكل كبيرة ويضعون عيالي، وأنا لازم أتزوج، ويذكر لي أسباب فعلا يعني أؤيده فعلا أنت تتزوج، لكن أقول له تزوج وسوى عرس كبير وجمع الناس وتطلق زوجتك؟ لا أبد يا أخي. إذا تقدر تتزوج من غير ما تدري وتقوم بحق العائلتين افعل، حتى لا تدمر عائلتك الأولى. فبعض المواقف بعض الحالات لها حل خاص، حل خاص خلاف أما الأخت أنها تقول هل هذا يبيح له يتزوج يتعرف على بنات عبر التلفون؟ لا ما يبيح له ذلك، أنا ما تكلمت عن هذا، أتكلم عن حالة لزوج في يعني في حالة معينة. يعني عاد سألت عن مسألة فقهية يعني الخلاف فيها طويل. وصل الميكروفون ولا أقرأ السؤال؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هناك خلط بين الكبت والصبر، فالكبت غير محمود والصبر محمود. الكبت هو أن تحمل رجل أشياء ولا يصرح بها، وهذه الأشياء تتعاظم حتى توصل إلى مرحلة لا رجوعها منها، سواء الطلاق أو غير الطلاق. فهناك مثل، يعني أنا عشت في ألمانيا 20 سنة، هناك يتكلمون على مثل لك المشاجرة تربط والسكوت يفرق. فليس عندما تسكت المرأة دائما معناها أنها تصبر أو العكس، قد أنها تكتم وتتحمل ولا غير راضية عن هذا الوضع حتى تصل لمرحلة تكون ساءت لنفسيتها أو أصابها مرض أو أصابها شيء من وراء هذا الكتم. فلا نطمع بصبر المرأة على أنها صابرة أو سكوت المرأة على أنها صابرة، والله أعلم. أحسنت أحسنت، وهذا كلام صحيح. أنا لا أدعو إلى الكبت وكتمان ما في النفس، لكن أدعو إلى تأجيل أحيانا حل المشكلة. يعني المرأة كبتت وسكتت، لكن إذا وجدت الزوج هادئ وفي وقت كذا تحل المشكلة، بتطلع اللي في قلبها، تفضفض بأسلوب هادئ. وكذلك الزوج يسكت شوي لبعض المواقف بعدين يبين لها بأسلوب مناسب، لكن ما يعني أنه يسكت دائما. طيب نسمع السؤال الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا في الاول بنشكر حضرتك على خطبة حضرتك في مسجد عمر بن العاص، الله يحفظكم في مصر وموقفها ووضعها، الله يكرمكم، الله يجزيكم. نمرة 2، المحاضرة كلها كانت عن العلاقة ما بين الزوج والزوجة. عايزين كلام عن الأولاد، لأن سن المراهقة دلوقتي دايما معترض، دايما يدور على الغلط فين ويقول لك انت اللي غلطان معايا، انت اللي مش بتديني حقي كده يعني. احسنت. هو طبعا انتم تلاحظون اني تعديت يمكن قريب من 14 شريحة مريت عليها بسرعة، هذه تتكلم عن الاولاد، لكن لاني رأيت ان اكثر من امامي، يعني يقول يمكن اكثر من 97% او يمكن 100% كلهم من الازواج والزوجات، فحبيت اركز على ما يحتاجونه هم الآن خاصة مع ضيق الوقت. لكن لعل الله ييسر إن شاء الله أن يكون هناك يعني لقاء آخر عن الأبناء والتعامل معهم. وفعلا كما تفضلت المراهقة سن مرهق جدا حقيقة لنا كلنا، يعني أحيانا ينشأ ابنك حافظ القرآن، وإذا وصل المراهقة سبب لك مشاكل، مشاكل لا تتعلق بيعني فكر يتعلق بفهم القرآن، لا، مشاكل تتعلق بالشهوات ووقوع في بعض الأمور. وبالتالي أنا أشوف حقيقة أننا في كثير من الأحيان نقصر في الدعاء لهم. وهذا والله يا جماعة، أنا واحد من أصحابي إمام وخطيب جامع، بنته في مدرسة تحفيظ القرآن في الصباح، وفي المساء تدرس في دار نسائية لتحفيظ القرآن أيضا، والبيت ما شاء الله بيت يعني ملائكي. واتصل بي يوما، بنت عمرها 15 أو 16 سنة، لا تزال في الإعدادي، يعني أظنها ثالث إعدادي أو كذا، واتصل بي يوما يكاد ينفجر، اكتشف أن بنت هذه الصغيرة عندها جوال وهم ما يدرون عنه وتغازل. يقول الشيخ بنتي هذه يعني طفلة،
ما يدري ماذا يقول، يقول في تحفيظ، وحتى في البيت أنا مسوي كنترول على القنوات وعلى. فعطيت عدة حلول، وبعدين سألت السؤال، قلت يا فلان أنت هل تدعو دائما يعني وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي؟ قال يا شيخ ما يحتاج أدعو، عيالي صالحين. يقول ما يحتاج، يعني أنا أغفل عن هالدعاء، عيالي ما شاء الله كلهم صالحين. فربما أن الله جل وعلا يبتليه ليرده إليه. فالدعاء يا جماعة هالدعاء، إذا عيالك صالحين ادعو الله يثبتهم على صلاحهم، إذا هم غير صالحين ادعو الله أن يصلحهم، ادعو الله. والله أنا من دعائي دائما لأولادي أقول اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، خله يحس الإيمان شيء حلو، وبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان، خله يبغض المعصية. شاف ناس يشربون خمر يبغضهم سبحان الله كذا من داخل نفسه، شاف ناس ما يصلون أعوذ بالله يا أخي ما ارتاح لهم كذا، يصبح من داخله يبغض. وبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين. وهذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها. طيب نسمع سؤالين من الأخوات أو نقرأ إن شئتم الأسئلة، إذا تعطونه الميكروفون ولا طيب، أو نقرأ الأسئلة إن شئتم. تقول عندي صديقة يعني تقول في واحدة من صديقاتها عندها علاقة بشاب وصارحوا بعض وكذا، ويعني أنا أشوف هالأمور الأصل إما أن يأتي البيت من بابه يروح يخطبها من أهلها ويا يتزوجها يا يتركها، لا تعلق تلعب بعواطفها، لأنها تقول إذا ما وافقوا أهلهم أو كذا يكلمها كل أسبوع مرة واحدة بس. يا أخي ما يصلح تكلمها مرة واحدة وبعدين هي بعد سنة سنتين تتزوج شخص وقلبها معلق، كل ما بغت تنساك ذكرتها، كل ما بتنساك ذكرتها. لا يا أخي، إما تذهب بالبيوت من أبوابها تخطب البنت وتأتي على أمر واضح، أو الله يوفقك ويحفظك في أمان الله. طيب نسمع سؤال ولا نقرأ؟ خلاص والله هم يبدو أكثر الأسئلة من الأخوات. طيب يقول ما رأيكم تقول زوجي جاب لي هدايا بعدين غضب مرة وأخذ كل الهدايا. تستاهلين، ليش تغضبينه؟ والله جد أقدر أجيب هدايا وتعب نفسي بتزعلني بعد. إيش رأيكم؟ أقفزي يا أختي، مشي هلا الكلام، وين ودى الهدايا بس يوم أخذها؟ أستغفر الله وأتوب إليه. هذا زي واحد مرة أهدالي قلم، أهدالي ثلاث علب، علبة كبيرة كذا شكلها فخم وعلبتين صغار، العلبتين صغار واضح من شكلها أنها عطور، فكنت أظن العلبة الكبيرة عطر وكريم معه. فجيت من ذيك السفرة وأنا أقول لأم العيال أقول لها جايب لك هدية متعوب عليها، والله ما علمت أن واحد مهديها لي، مسوي نفسي أني أنا يعني تعبت ورحت السوق وكذا، هذا من الرصيد العاطفي يعني. فجيت وفكيت العطرين، إلا العطرين كلها رجالي، ما كلها ما تصلح لها، بعدين قلت هذه هديتك وخذتها وصورتها عشان تنزلها مدري وين وفرحة قبل لا تفتحها. والمشكلة يوم فتحتها لقيتها قلم ومصباح ومحفظة. واضح أنها هدية رجالية، وأنا قاعد أسوي نفسي أقول لها هذه هديتك، قالت شون هديتي؟ أنت جايب لي محفظة ومصباح. فعد رقعتها واعترفت بعدين وقفزت قفزة حلوة ذاك اليوم. طيب والله بعض الأسئلة مهمة الإجابة عنها لكن ليس لها علاقة مباشرة حقيقة بالموضوع، ولذلك أنا تقول هذه تقول عندي مشكلة عائلية وأريد استشارتك قبل الانفصال. أنا أرى حقيقة لو اتصلت بالإخوة في مركز الاستشارات الاجتماعية العائلية أنت تردوني دكتور ولا عندهم يعني متخصصون وكذا، أنا يمكن يعني ما يتيسر لي الرد كثيرا عن الهاتف. تقول نرجو منك دعوة صادقة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين،
اللهم اجعل أولادنا بارين بنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم ألف قلوبنا، اللهم احفظنا من حسد الحاسدين، اللهم احفظنا من كيد الكائدين، اللهم احفظنا وأهلنا وزوجاتنا وذرياتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معلش ولو أنه ختمت يا شيخ، لكن سؤال أخير. اتفضلي. ها. لماذا يا شيخ يعني بتوجيه من المشايخ الكرام ما يكون في المناهج الدراسية أو يعني العلوم المدرسية جملة بعض الأشياء اللي بتأهل المرأة المسلمة لإدارة المنزل أو إدارة حياتها الزوجية أو تربية الأبناء وكذا على نهج السنة والقرآن؟ والله كلامك صحيح، هذا من أهم المهمات، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى نقترحه إذا الله يسر. هو مهم جدا حقيقة الكلام عن هالأمور في مناهج الدراسية، واقتراح جيد، عسى الله أن يحفظك. بارك الله فيكم. سبحانه. نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشيخ محمد وتساكم الله خير، وإن شاء الله نلتقي يوم الغد في مركز استشارات العائلية. وزاكم الخير. السلام عليكم. ساكن من مكوتين، وين المركز زمان؟